خير لكل مشاهدينا، واهلا بيكم وحلقه جديده من الستات ما يعرفوش يكذبوا. ارقام تليفوناتنا زي ما احنا متعودين 1414 هيظهر دلوقتي حالا على الشاشه، ولكل اللي عايز يبعت لنا اس ام اس 45 66 هو ده رقم الاس ام اس بتاعنا. وصباح الخير لمنى، وصباح الخير لاميره. صباح الخير يا اميره، صباح الخير يا شفيده، ويوم سعيد جديد على مشاهدينا. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله حلو. انا عايزه اقول بس مع 1414 عايزه اصدقائنا وصديقاتنا يتواصلوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك، الفيسبوك الستات ما يعرفوش يكذبوا. المهم كل التعليقات اللي بتقولوها كلنا بنقراها وبنحاول نرد عليها وبناخدها. دي حقيقة بناخدها. انت فكرتيني على حاجة، في اكتر من صديقة بعتلنا مواضيع هي عايزانا نتناقشها او نتكلم عنها. احنا بنوعدكم ان شاء الله ان احنا ادينا كل المواضيع دي لرئيس التحرير بتاعتنا استاذ سهير جودة، وهي ان شاء الله هتكون موضبة لنا المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها بناء على رغبات حضراتكم. وفي ناس كمان بيبقى عندهم مشاكل، زي في ناس عندهم مشاكل في الطرق في الدقهلية، في ناس بيبعتوا لي على الفيسبوك الخاص بتاعي انا، برضو هحاول ان شاء الله الاستاذ سهير صحيح. ونهتم بيها ونرد على كل اللي بيسالونا على حاجه طبعا النهارده احنا عندنا موضوع اعتقد ان هو هيهم من ناس كتيرة جدا. احنا قررنا النهاردة نتكلم على مناهج التعليم، علشان كده احنا حاولنا ان احنا ننوه عن الموضوع ده بدري، علشان كل ام وكل اب وكل ولي امر وكل طالب حقيقي عايز يستفسر عن حاجة. هنتكلم على تغيير مناهج التعليم، ايه اللي حصل فيها للأحسن للأوحش، هو ده حوارنا النهاردة. لكن حقيقي الخبر بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه، تخيلوا ان احنا عندنا 4 مليون عاطل، بس ايه ثانية واحدة، بمؤهل. 4 مليون عاطل ليه مؤهلات، واخد مؤهل بس مش لاقي شغل. الموضوع ده محل او الدكتور احمد البرعي وزير القوى العاملة اعلنها، وقال يا جماعة ان هناك 3 مليون عاطل. بس في حقيقة الامر بعد ما عملنا كل الاحصائيات، التقرير الاخير اللي وصل ان احنا دلوقتي عندنا 4 مليون عاطل ومش لاقيين من حملة المؤهلات العليا. اسمحيلي اقول لك حاجة، هي حملة المؤهلات العليا يعني خريجي الجامعات بالظبط. طيب هو سوق العمل في مصر محتاج كل هذه الملايين من خريجي الجامعات، ولا احنا شعب لا يقبل العمل اليدوي ولا الحرفي ولا العمل الفني، وكل واحد مهتم بحاجة واحدة انه يدخل ابنه او بنته الجامعة ويبقى معاه شهادة يعلقها على الحيطة. انا متفقة بك. سوق العمل ليه متطلبات تانية، اولا الناس مش مؤهلة ليها، يعني الناس اللي قاعدة في البيوت الثلاثة مليون دول مثلا، الاربعة مليون او الاربعة مليون مدرسين خريجين معاهد مش عارف ايه فوق المتوسطة كسكرتارية وادارة اعمال وكذا، خريجين كليات نظرية مثلا، احنا عندنا سياحة محتاجة عمالة لا ما بنجهز لهاش ناس. فالتعليم ماشي في سكة وسوق العمل ماشي في سكة، الانفصال ده هو اللي خلق 4 مليون. واذا بعد الثورة ما حطوش في دماغهم انهم يعملوا خطة حقيقية لاعادة تأهيل المتعلمين عشان يتناسبوا مع احتياجات سوق العمل، السنة الجاية اذا ربنا احيانا هنقول في 6 مليون عاطل. تفتكر الاحصائيه دي حقيقيه؟ يعني حقيقية. يعني الناس مش عايزه تشتغل في مجالها وبتشتغل في حاجه اسهل بالنسبه لها، كل واحد بيشتغل شغلانه ثانيه على ما تفرج. لا ولا البطاله يعني ما بيشتغلوش اصلا، البطاله لما يجي يقول في 4 مليون بطاله، يعني 4 مليون واحد قاعد على القهوه او قاعد على الكنبه قصاد التلفزيون. انتوا عارفين ايه المشكله؟ المشكله انا احنا طبعا احنا هناخد تليفون حالا دلوقتي مع الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد باكاديميه السادات عشان يكلمنا زي ما منى بتقول المشكله فين. معانا الدكتور ايهاب، صح؟ صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا، ومساء الخير بقى. مساء النور، ازاي حضرتك يا دكتور؟ موضوع مساء الخير ده، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا بيكم دكتور ايهاب. يمكن احنا كنا بنتكلم على 4 مليون عاطل بمؤهلات موجود في مصر، اسمح لي اسالك ايه خطوره وجودهم؟ يعني بيمثلوا خطوره ولا هو قاعدين بمزاجهم، ولا ايه المشكله بالظبط من وجهه نظرك؟ طبعا لها اقتصاديه في الحقيقه، يعني موضوع البطاله ده يبقى له خطوره سياسيه واجتماعيه كمان. أيوة يعني صحيح. لان سياسيا هو معناه هو في عز الشباب، عنده وقت فراغ كبير، عنده طاقه، هو راغب في العمل ومش لاقي وظيفه.
فبالتالي بيبتدي يدور على اي حاجه تلهي او تقضي وقت الفراغ بتاعه. فقد يدخل في اشياء ايجابيه، يلعب رياضه مثلا، ولا يقعد حتى على قهوه، ولا يروح نادي. وقد يدخل بقى في اشياء غير ايجابيه، يبتدي ان هو بيبقى في بعض الجماعات، بعض المنظمات الارهابيه. ده كان احد فعلا اسباب الارهاب في مصر فتره كبيره، مشكله البطاله. ايضا اجتماعيا معناها ان هو هيبقى غير قادر على الزواج، غير قادر على الصرف على اسرته. ودي مشاكل اخطر بكتير كمان من المشكله الاقتصاديه. بالظبط، معناه عندنا مورد اقتصادي احنا ما بنستغلوش عشان يزود الانتاج وبالتالي يزيد الدخل بتاع مصر ونتقدم اكتر. فهي دي الخطوره بتاعه البطاله. عشان كده من اكتر الموضوعات حساسيه في علم الاقتصاد هي موضوع البطاله في الحقيقه. وده كان برضو يعني احد الاسباب لقيام الثوره بتاعه 25 يناير، حجم البطاله الكبير اللي عندنا في مصر. صح. طب اتفضلي يا امير. لو سمحت يا دكتور، يعني النهارده لما يبقى عندي 3 او 4 مليون عاطل، احنا مجتمع ما بعد الثوره او مصر ما بعد الثوره ورثتهم من قبلها، حضرتك شايف ايه الحل للاستفادة من هذا العدد من الناس المؤهلة؟ هل احنا محتاجين خطة تنمية؟ هل احنا محتاجين اعادة تأهيلهم لاعمال اخرى؟ هل ايه يعني حضرتك شايف الحل ايه؟ اضافة لسؤال الاميرة، يعني دي ظهرت بعد الثورة، بعد ما في ناس يعني زي ما بيقولوا تسريح العمالة. لا لا لا، الناس دول ما اشتغلوش. يا دكتور يعني بالفعل هم اتخرجوا وما اشتغلوش، هنعمل بيهم ايه؟ يعني تصور حضرتك ايه الخطه اللي مطلوبه من الحكومه او اننا نستفيد من الناس دي؟ هنعيد تاهيلها، هنعمل بيها ايه؟ طب قبل ما اتكلم بس عن الحل، عايز اايد كلام حضرتك تقريبا كان استاذه اميره كنت سامع في المقدمه. استاذه اميره بتقول ان في انفصال ما بين سوق العمل وسوق التعليم. صحيح. معرفش انا موافق على هذا الكلام تماما، وده احد هذه المشاكل. يعني في الدول المتقدمه اللي احنا المفروض ناخدها قدوه لنا ونحاول نتعلم منها دروس نطبقها عندنا عشان نتقدم زيهم. اللي بيخش الجامعات هو اقل، واللي بيخش المعاهد الفنيه بيطلع صنايعي شاطر، نجار شاطر، كهربائي شاطر، هو العدد الاكبر. ونظره المجتمع لهم متساويه تماما مع خريج الجامعه، يعني لا ينظر اليه هو اقل. صحيح. لكن عندنا طبعا هذه المشكله ان كل واحد عايز يخش جامعه ويطلع يشتغل ممكن في الحكومه مرتب قليل، على الرغم ان النجار او الكهربائي او السباك في الحقيقه بيكسب في اليوم 10 اضعاف مرتبه. طب دكتور إيهاب، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، هل هيبقى العيب جاي من الشخص نفسه لان هو عايز يضمن اي نوع من التعليم لمجرد ان هو يبقى معاه شهاده، ولا جاي من المجتمع اللي مش عارف يوجه الولاد دول بعد ما ياخدوا الثانويه العامه، او يعني بعد ما ياخدوا المؤهل اللي يأهلهم انهم يختاروا؟ العيب من ايه؟ دائما حضرتك استاذه منى؟ لا مفيده. مفيده. طيب مفيده. بص، دائما سلوك الفرد هو رد فعل للسياسات الحكوميه، رد فعل للقوانين الموجوده في المجتمع. مجتمعنا ثقافته كده، اتعود على ان هو خريج جامعه هو اللي له البرستيج، هو اللي له يمسك وظائف عليا، وبالتالي دي ثقافه مجتمع. لابد من الحكومه هي اللي تبتدي تغيرها من خلال سياسات معينه وقوانين معينه، وتربط بين سوق العمل والتعليم. ما ينفعش ادخل انا عدد كبير في كليه وهي ما لهاش وظائف في الفتره الحاليه، وكليه اخرى احنا محتاجين خريجينها بتاخد عدد قليل. ده في الحقيقه سياسه تعليميه خاطئه بتؤدي الى مشكله في سوق العمل وبطاله. عايز اتنقل، كان السؤال الاساسي هل في حل لهذه المشكله ولا لا؟ مبدئيا عايز اقول لحضراتكم بس، لا يوجد في الدنيا اي مشكله من غير حل. أكيد. ربنا خلق دايما المشاكل وخلق لها الحلول وخلق العلم اللي يحلها. ببساطه شديده، معنى ان احنا عايزين نوفر فرص عمل زياده معناها ان انا عايز استثمارات. كل ما انا استثمر اي استثمار جديد معناها بيخلق فرص عمل. اذا فبالتالي وفقا لهذا المنطق، يبقى عليا اعمل ايه عشان اقضي على البطاله؟ ازود الاستثمارات. يبقى حضرتك بشكل محدد بتقول ان العلاج هو خطط التنميه. وده اللي كنت اقصده، اللي هي بتزود الاستثمارات في المجتمع. نزود الاستثمارات بشتى الطرق،
فما بالك احنا في الحقيقه ما زال عندنا معوقات للاستثمار، يعني احنا بنقول في الجرايد احنا بنشجعه، لكن هناك معوقات عديده امام عندنا مشاكل محلي، مشاكل طبعا عندنا مشاكل سواء الاستثمار المحلي او الاجنبي. ده اللي انا قصدي ليها يضاف اليها، وده المهم ان الحكومه الحاليه الجميله هي في رايي لا تتخذ اي قرارات نهائيا خاصه في المجال الاقتصادي. ايوه نفسها احنا يا فندم هنناقش الموضوع ده النهارده بالنسبه للتعليم، واللي انا اقصده ان بعد الثوره كمان في تقرير من البنك المركزي بيقول ان انسحب من السوق المصريه استثمارات اجنبيه سالبه لاول مره 7 مليار يا فندم، 7 مليار دولار. فطبعا ده اكيد مأثر على السوق، ده اللي انا اقصده انه اثر على السوق. معناه كل شركه بتنسحب او بتقفل معناها فرص عمل، معناها مزيد من البطاله. من البطاله معناها زيادة البطالة، وده في الحقيقة يعني شيء طبيعي ان يحصل في ظل الظروف عدم الاستقرار اللي احنا فيها، وفي ظل ان الحكومة ما بتعملش اي شيء قرار ايجابي ولا حتى سلبي يا ريت عشان تصلح. لكن في النهاية مش معنى كده ان احنا نبقى متشائمين، لازم نعرف ان اي ثورة في الدنيا او اي حاجة ذات مردود عالي لازم ندفع ثمنها. لا هو حقيقي احنا عفوا انا مش احنا مش رابطين يا دكتور اياد، نظام فاسد كبير. انا دكتور اياد احنا حوارنا النهارده مش بنتكلم عن البطاله بسببها الثوره، لا حقيقي موضوع البطاله والطلاب اللي واخدين شهادات كانت من قبل كده، احنا محتاجين نعرف انا اسفه برد طبعا من قبل كده. اه طبعا احنا محتاجين نعرف الموضوع ده نحله ازاي من اوله بقى. فالنهارده احنا اخترنا ان احنا نتكلم عن التعليم، بدايتنا نشوف التعليم اول ما الولد والبنت بيخشوا المدرسه بيتعلموا ايه، وهل التعليم اللي موجود ده ينفع يأهلهم انهم يكونوا كوادر تنفع تشتغل في اي شغلانه ولا لا؟ هو ده اللي هنبتدي بيه. ده في الحقيقه اختيار جميل منكم، ان دي يمكن الخطوه الاولى لاصلاح مصر هو موضوع التعليم. اشكرك يا دكتور ايهاب. هياخد فتره طويله. لازم يبقى في حلول ثانيه قصيره الاجل لغايه ما نعالج الامور اللي انا قلت لك. بالظبط يا دكتور ايهاب، احنا بنشكر حضرتك جدا على تليفونك الجميل، وان شاء الله نستفيد بكل كلامك وتكون ضيف حضرتك معانا ان شاء الله في الستات ما يعرفوش يكذبوا. اه دي حقيقه احنا ان شاء الله. هي زي ما انت قلتي انا معجبه جدا بالكلمتين اللي انت قلتيهم، ان في فصل ما بين التعليم و يشتغل احتياجات السوق. احتياجات السوق. السوق ناس. ده انا عايزه اقول حاجه، انا كنت عايزه اسال الدكتور بس الحقيقه ما لحقتش. هو انا لما يبقى عندي ازمه في خريجين الجامعه افتح جامعات خاصه، فبدل ما بطلع من الجامعات الحكوميه ناس قاعدين في البطاله افتح كمان جامعات خاصه؟ ما ازود حلو ما نساله للضيوف الموجودين في موضوع التعليم. قصدي في فقدان توجه. البلد دي كل واحد ماشي في حته. صح. كل واحد بياخد قرارات لوحده، فمفيش حاجه بتصب في الاخر زي ما نهر النيل كده كله يصب في اتجاه واحد، لا سياسات متفرقه. بالظبط كده. انا عايزه افكر حضراتكم ان احنا ان شاء الله عندنا فقره اميره اسالوا اميره الاستشارات القانونيه، حضروا نفسكم كل اللي عنده اي استفسار قانوني مش عارف يوصل له ازاي او يعمل ايه 1414 رقم تليفوننا، وهنكون موجودين معاكم واميره هتتلقى كل تليفوناتكم. الموضوع مهم جدا يا اميره، هتقولوا امتى؟ هتقولوا عنوان الفقره بتاعتك امتى؟ لا هو احنا انا بصي اصل احنا دايما في بدايه الفقره عاده انا مفيدا نبص لبعض، فاتفقنا مع فريق الاعداد اننا دايما نبدا المناقشه بموضوع انا ادي ليه خلفيه، انما لما بيجي تليفونات لو حتى بره الموضوع. آه طبعًا طبعًا احنا اهم بالنسبه لنا التواصل مع الناس واننا نرد عليهم من اننا، لكن احنا هنبدا الحديث بقانون التحرش الجنسي وهو قضيه تشغل بال المجتمع المصري وانه يبقى مطمئن على بناته، لكن كل الاسئله مفتوحه. مش معنى ان احنا هنبتدي انا واميره موضوع قانون التحرش الجنسي ان انتم ما تقولولناش اي استفسار، لا فقره اميره موجوده علشان ترد على اي استفسار لحضراتكم قانوني و1414. كل ما بيكون ليه علاقه بالموضوع بيساعدكم ان انتم تردوا على كل اسئله الناس. عارفه يا منى ساعات ممكن نبقى احنا بنتكلم في موضوع خطير جدا وانا كمواطنه عندي مشكله قد كده بره الموضوع وقرفة. بس هي بالنسبه لي اللي ما بتنيمنيش الليل. بالزبط. فيبقى هم عايزين يتكلموا فيها، اللي عايز يتكلم في حاجه احنا حاضرين يا شعب. فقرتنا الرئيسيه اللي هنشوفها ان شاء الله بعد قليل هتبقى زي ما احنا قلنا لحضراتكم عن تطوير المناهج. في تطوير للمناهج حصل، طب ايه اللي اتطور فيه واتطور على اساس ايه؟ هو ده السؤال وهو ده الموضوع. مش كافي وكافي ولا لا؟ صح ولا يا منى؟ ان شاء الله. وهيكون ضيوفنا معانا دكتور صلاح عرفه مدير اداره المناهج بوزاره التعليم، ومعانا الكاتب الصحفي ورئيس مجلس اداره دار الهلال الاستاذ حلمي نمنم. ان شاء الله يشرفونا ونتكلم في الموضوع. لكن الاول احنا عندنا تقرير رائع حقيقي. وكاله البلح
انا بحب وكاله البلح بالظبط. لما جيت اسال اميره بقول لها اميره تعرفي ايه عن وكاله البلح؟ قالت لي عالم تاني. بحب وكاله البلح جدا. سوق مصري واسع، كل حاجه من الابره للصاروخ، من اول الراجل اللي بيبيع الذره على راس الشارع بتاع وكاله البلح لغايه قطع غيار السيارات والاكسسوار والخرده يعني والهدوم القديمه والجديده والستاير والتجديد والهدوم قمصان النوم وبتوع البيت واللي جاي من كل بلاد الدنيا. يعني نقدر نقول ان وكاله البلح هي بلد صغيره هو بلد كبيره، يا ترى الناس اللي فيها عايشين ازاي؟ والاسعار اقل، الاسعار اقل ومليانه فصال، وفي ناس ما بتحبش تنزل السوق غير وكاله البلح. اعتقد يعني مهما كان ثانيه واحده، مش وكاله البلح دي المسؤول عن المسؤول الاساسي لتجهيز اي بنت؟ يعني انا بسمع ان كل الامهات لازم ياخدوا بناتهم لوكاله البلح عشان يجيبوا المفارش وعشان يجيبوا ملايات وعشان يجيبوا الستاير وفساتين السواريه كمان. طبعا السواري قماش كمان هو نفسه اللي موجود عند الحلاق. كل برغوت على قد دمه، من ابو قرش لابو عشا، اللي على قد حاله هيلاقي، اللي متعجرف ومناخيره في السماء هيلاقي، في ريل هتلاقي قمصان نوم بروج هتلاقيها. حلوه الدعايه دي، نظرة انا بحب قوي، بحب وكاله البلح. استاذه اميره استاذه ورئيسه قسم في وكاله البلح، تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده عن وكاله البلح. اتفضلوا. وكالة البلح من أشهر أسواق الملابس المستعملة في مصر، روادها ما بقوش من الفقراء وبس، ده الطبقة المتوسطة كمان بقت تزاحمها وتضطرب على الوكالة. رأي حضرتك إيه في لبس الوكالة؟ الصراحة ممتاز، يعني أنا تملي، حتى أنا من اسكندرية مش من القاهرة، تملي كل مدة لازم أجي في الوكالة وأشتري حاجات ليا ولبنتي كمان، على أساس إن الحاجات الكواليتي بتاعها بتبقى عالي جدا، بتاعت بره وكده هوت، وأرخص كتير طبعا من الحاجات اللي هي البضاعة المصرية والصينية، وأنضف بكتير يعني. كل الطبقات بتيجي في الوكالة، ناس عالية وناس راقية كده يعني، والناس الغلابة وعربياته مستوية، كل الطبقات بتيجي في الوكالة. بنزل دايما على طول بشتري لبس من الوكالة على طول يعني. يعني أنا مرة جبت قميص من الوكالة هنا هوت، فلقيته في وسط البلد ب 120 و 150 جنيه، فجيت هنا لقيته مثلا ب 10 15 جنيه. احسن محلات وسط البلد. احسن محلات وسط البلد وشبرا. كلمه اوكازيون دي كانت زمان، دلوقتي مش حقيقيه. اسعار كده محطوطه يقول لك خصم 50%، تخش تلاقي شويه حاجات كده مركونين على جنب، يقول لك هو ده اللي عالم الاوكازيون. اذا قرن ببره يعني تلاقي الاسعار بره مولعه نار، لكن هنا يبقى محترم وحلو وبعيش. اكيد طبعا، انا ممكن اجيب بدل الغيار 2 و3 لكل طفل، لكن بره يا دوبك لو قدرت اجيب لي الواحد مش هقدر اجيب لي الثاني، لان لبس غالي جدا بره. وبتفصلي؟ اه طبعا، يعني انا التيشيرت قال لي ب 25 قلت له ب 15، قال لي حلو وجديد على فكره، مش مثلا مستعمل ولا ملبوس ولا حاجه. انا دايما اشتري من هنا ودي اللي انا لابساها من الوكاله برضه. اقل تمن دفعتيه هنا في الوكاله كان في كام؟ اقل في حاجات ب 5 جنيه وجميله جدا، وسواري كمان. مين الزبون بتاعك هنا؟ والله الزبون هنا كل الناس، هنا اصل هنا في حاجات ماركات، ما هو مش اي شغل، واخد بالك؟ يعني في حضرتك مثلا بينزلوا بعض الممثلين بيناقوا ماركه معينه او بنطلون معين او قميص معين او بلوزه معينه كده، بيناقوا بعض حاجات من هنا من الوكاله محطوطه في البلد مثلا بالشيء الفلاني. اغلى حاجه كان في قميص كده عجبني ايطالي كده، اخدته ب 50، ده يعتبر اوفر قوي، بس عشان عجبني انا جبته يعني. كانت اغلى حاجه اشتريتها ب 40 جنيه. ارخص حاجه كانت 10 جنيه، كانت جاب قميص حلوه جدا يعني. اقل رقم طب ممكن تدفعيه هنا؟ يعني ممكن تيشيرت كمان للبيت ب 3 جنيه ونص. انا اعرف ان ناس كبيره بتيجي بتاخد من هنا الساعه 2 و3 بالليل، ده بيبقى ناس اللي اعرفه ان في مذيعين وفي حاجات ناس كتير يعني بيجوا ياخدوا من حاجات هنا. بيجوا بعد الساعه 2 بالليل؟ اه 2 و3 دول بيبقى السهره بتاعتهم هنا. 5 جنيه و10 جنيه و15 جنيه، عالم تاني من الاسعار موجود جوه وكاله البلح. وده اللي بيضمن للطبقة الأقل من المتوسطة إن مهما ارتفعت الأسعار هم هيقدروا يشتروا لبس. أول ما بنسمع كلمة تطوير مناهج كلنا، كل الأمهات والأبهات بيقولوا يا ترى هيتغير المنهج هيبقى عامل ازاي؟ هيحطوا لنا فيه ايه جديد؟
في حقيقة الأمر إحنا عايزين نرفع شعار في الفقرة دي، عايزين نقول أي نوع من التطوير لكل المسؤولين من فضلكم، إحنا عايزين تطوير بيعتمد على الفهم مش على الحفظ، عايزين تطوير يعتمد على الإبداع، عايزين نطلع أحمد زويل طبعا مع حفظ الألقاب يبقى عندنا 5 أحمد زويل، عايزين يبقى عندنا مصطفى السيد 5، مجدي يعقوب، عايزين يبقى عندنا أكتر من اسم في المواضيع دي. عشان كده النهاردة إحنا موجود معانا ضيوفنا الأعزاء، أول ضيف فيهم طبعا الأستاذ صلاح عرفة وهو مدير مركز تطوير المناهج بمديرية التربية والتعليم. أهلا بحضرتك. وزارة التربية والتعليم. بمديرية التربية والتعليم. أنا آسفة طبعا بعتذر بوزارة التربية والتعليم. صلاح، وقبل ما نبتدي حوارنا مع حضرتك هنشوف تقرير من الفجالة، في حاجة تانية مفيدة؟ لا صح. هنشوف تقرير من الفجالة عن كتب المدارس والجديد فيها السنة دي وأسعارها، ونرجع نواصل كتب حوارنا. الخارجية مش كتب، الكتب الخارجية طبعا مش كتب المدارس أكيد، كتب الخارجية للتعليم. شهر 9 يعني دخول مدارس، يعني كل بيت مصري محتاج ميزانية مختلفة عن أي شهر، ولما نبقى لسه طالعين من رمضان هيفرق معانا قوي أسعار الكتب الخارجية والكراريس. عشان كده قلنا ننزل الفجالة نشوف أسعار السنة دي عاملة إيه. حركة البيع والشراء السنة دي طبعا زي ما احنا عارفين موضوع الثورة والحاجات الأحداث اللي بتحصل في البلد، فطبعا الموسم متاخر جدا ومفيش اقبال زي ما انت شايفه، مش هو دي نسبه الشراء بتاعت كل سنه. يعني سعر السنه دي اوفر عن السنه اللي فاتت خالص. الدسته السنه اللي فاتت انا جايبها ب 12 جنيه، السنه دي ب 17.5، والورق يختلف برضو، الجوده بتاعت الورق مش نفس الجوده بتاعت السنه اللي فاتت. السنه دي اغلى بكتير عن السنه اللي فاتت في كل حاجه، في الكشاكيل، في الكتب الخارجيه، كل حاجه، وفي حاجات كتير مش متوفره. يعني زياده حاجه بسيطه، يعني مش ملفته قوي. يعني كشكول كان ب 75 جنيه، النهارده بجنيه وربع، بجنيه ونص. اختلاف الاسعار حضرتك اللي اختلفت طبعا بعد الثوره وبعد الحاجات ديت زادت اكتر من 20% او 25% طبعا، عشان ما فيش مراكب وما فيش حاجه بتنزل دلوقتي استيراد. الاسعار احسن ما يمكن السنه دي عن السنين اللي فاتت، رغم ان الكتاب اتوضب وتصلح وتعدل وزودوا كمان زيادات، امتحانات، اجابات، شرح، تحليل، عاوز ايه تاني؟ احسن من كده مفيش. تاجيل المدارس ومش تاجيل المدارس عامل شويه تخويف شويه للناس، بس ان شاء الله بقى لنا 10 ايام شغالين، وال 10 ايام اللي هم قبل 17/9 ان شاء الله هيبقى الشغل اشد من كده شويه، فاحنا برضو بنساعد ظروف البلد، فبنساعد في وحده الاسعار شويه، بنخفض اسعارنا في بعض الاصناف اللي انا عندي منها كميه. الحقيقة ان موضوع ملف التعليم ده ملف ضخم جدا. احنا بنبدأ النهاردة استاذ صلاح عرفة مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، وهسأل سؤال بسيط للناس كلها بتقوله، هي المناهج اتغيرت بعد الثورة؟ ايوه، يعني ادخلتوا على المناهج تغييرات في ايه بقى حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وشكر وتقدير للقناه والقائمين على القناه على دعوتي لهذا البرنامج. لا ده حضرتك نورتنا يا فندم، وشكر لحضراتكم يعني على استضافتكم ليا. لكن هو الفكره الاولانيه ان انا عاوز اتكلم عن المناهج، ان المناهج ما بنبصلهاش ككتاب. ايوه، لكن المناهج اوسع من كتاب. مناهج اهداف توضع للدوله، وبعدين محتوى اللي هو بيمثله الكتاب، وبعدين اساليب التدريس اللي بتستخدم داخل المدرسه، وبعدين اسلوب الامتحانات اللي هو احنا بنعاني منه كلنا. تمام. دي كلها عناصر للمنهج الدراسي. لازم المنهج من 3 إلى 5 سنوات يتغير، يعني من كل 3 سنوات إلى 5 سنوات. ليه؟ ربما متغيرات مجتمعيه تحدث، ربما تغيرات سياسيه تحدث، ربما تغيرات علميه تحدث، ربما شكاوي والميدان بيفيد بيعمل فيدباك بيجيب لنا بعض الأشياء اللي هي مرفوضة في المنهج بالنسبة للطالب وبالنسبة للمعلم، فبنضطر نحن نغير المناهج الدراسية. أما إذا نظرنا إلى ما حدث لمحتوى الكتب الدراسية اللي هي نزلت الجديد، هو طبعا حدث تغيير، بس تغيير جزئي وليس تغيير كلي. طيب. لأن العملية تحتاج إلى وقت كبير. خلينا معاك الورقة والقلم. احنا عندنا بالنسبة لكتب 6 ابتدائي وكتب 3 إعدادي ماشي، حدث نوع من التغيير، لأن احنا كان لابد أن نتفاعل مع الثورة.
ثورة الشباب. ولا بد أن الطلاب يدرسوا إيه العوامل التي أدت إلى قيام الثورة، وإيه الأحداث اللي مرت بها الثورة، وإيه الثورة دي نادت بإيه وعملت بإيه، يعني علشان خاطر يبقى عندهم علم بهذا الشيء. وبالتالي ده دخل في كتب الإيه التاريخ اللي هي في المرحلة سنة ستة ابتدائي وفي سنة تلتة إعدادي. طب أستأذنك يا صلاح، يعني حضرتك أنتوا دخلتوا المرحلة دي بس المرحلة دي لسه ما خلصتش، فبالتالي إيه؟ مرحلة الثورة. الثورة يعني لا لا لا، دخلنا عن العوامل التي أدت إلى قيام الثورة. بس مقدمات الثورة. ودخلنا على أساس القيم اللي بتدعو إليها ثورة الشباب. يعني كان في وقت ان الاولاد يكونوا مستوعبين لهذه القيم. ثانيا القيم اتت من اجل رفض نظام معين او رفض اشياء معينه كانت موجوده في المجتمع. هذه الاشياء كانت تكرس في كتب الطلاب. اوكي، يعني طريقه التاكيد على الانتخاب الوحيد للفرد واحد مثلا هو اللي يظل ينتخب، والمواد الدستوريه اللي اتغيرت من اجل ذلك وما شابه ذلك، ده احنا حذفناه. ايوه، كمان في بعض الكتب كان في يعني بعض الفترات التاريخيه كانت مهمشه، زي فتره محمد نجيب مثلا على سبيل المثال. ان هو كرئيس لاول جمهوريه وحاجه، فاحنا اظهرنا هذا الرجل واعطينا له قيمته ان هو كذا كان اول رئيس للجمهوريه، واتكلمنا عن وجوده بما لا ينقص من حق زعماء الاخرين مثل الرئيس جمال عبد الناصر او الرئيس انور السادات مثلا. يعني مرحله مثلا الرئيس محمد حسني مبارك، محمد حسني مبارك هل هتحط ماليه وما عليه؟ احنا حاليا دلوقتي حطينا الجزء العسكري الخاص بيه، اما بالنسبه لما يعلق في الحزب الوطني واهداف الحزب الوطني والحاجات دي احنا استبعدناها حاليا لحين ما ننظر في هذه المناهج بقى نظره موضوعيه في ضوء ما تستقر الثوره وتستقر عليه الاوضاع. ونبدا نتكلم بقى على الاوضاع اللي احنا بننشدها في طلابنا، يعني وده جاري في العمل حاليا. يعني حضرتك بتقول بشكل محدد انه في بعض الكتب السنه دي محتوى الكتب حصل له اعاده صياغه او اعاده نظره للتاريخ. نعم. يعني نعم. كان في حاجات مهمشه وفي حاجات مش مذكوره، فده التغير الاول المؤقت او المبدئي، لانه الباقي محتاج وقت ونظره موضوعيه. وقت ونظره موضوعيه ومشاركه مجتمعيه، ومشاركه ان يشارك فيه كل افراد المجتمع. اسمعي، يعني احنا اول حاجه اتكلمنا فيها التاريخ وما زلنا بنتكلم في الموضوع ده، بس يعني احنا مشاهدينا احنا كان عندنا ضيفين، استاذ صلاح عرفه منورنا، وحاليا هناخد فاصل عشان نستقبل الكاتب الصحفي الاستاذ حلمي نمنم، وهو رئيس مجلس اداره دار الهلال، عشان هو كمان يشاركنا في هذا الحوار وتطوير المناهج ما له وما عليه. نروح لفاصل ونرجع. اسمحوا لنا انضم لينا للحوار وتطوير مناهج طبعا الاستاذ الكاتب الصحفي حلمي نمنم، رئيس مجلس اداره دار الهلال. اهلا بحضرتك، نورتنا في استاذ مرفوش كديب يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا طب بحضرتك. وكنا بنتكلم مع دكتور صلاح عرفه عن التعليم واضافه بعض اجزاء كانت مهمله في التاريخ، زي الفتره بتاعت حكم او رئيس جمهوريه وفتره الرئيس محمد نجيب، وقال حضرته كمان ان هو اهتم بانه يضيف فتره الثوره، يعني او احداث الثوره كتاريخ العوامل اللي ادت الى قيام الثوره. العوامل اللي ادت للثوره، ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ هو دايما احنا كنا بنشتكي من مناهج التاريخ بشكل عام. يعني انا فاكر منهج التاريخ في ثانيه اعدادي، وانا كنت كتبت ده في مصر اليوم، لاحظت مثلا فتره تاريخ مصر المعاصر كله من الحمله الفرنسيه حتى اللحظه اللي كنا بنعيشها كانت واخده تقريبا صفحتين ونص. كان من الصفحتين ونص عدة سطور بيشملوا تاريخ مصر من الحملة الفرنسية حتى 1981. يعني محمد نجيب كان جملتين اتنين بالظبط، جملتين اتنين فقط. جمال عبد الناصر تلات اربع جمل مش اكتر. انور السادات حرب اكتوبر واتقتل في 81. ثم دخلنا بقى على الكلام الفاضي اللي هو اللي كان بيتقال بعد كده عن الرئيس السابق، وكلام ممكن يتقال في الصحف، يتقال في برامج سياسية، لكن يتقال في مناهج تعليمية ويتقال في منهج تاريخ، ده كان كلام معيب جدا وما كانش ينبغي انه يحصل. مناهج التاريخ بشكل عام انه ينبغي ان يعاد النظر فيها، ليس فقط علشان الرئيس السابق او غيره، لانه في مراحل تاريخية بالكامل بيتم اسقاطها.
يعني مثلا فتره مصر الرومانيه او مصر القبطيه، التاريخ القبطي ما حدش بيدرسه خالص. فتره العصر الاسلامي، مصر الاسلاميه، قصه الفتح الاسلامي لمصر، قصه دخول عمرو بن العاص وما فيها، وكيف دخل الاسلام مصر، يعني لانه في فرق بين دخول عمرو بن العاص ودخول الاسلام. قصه انتشار الاسلام في مصر وقصه ان المصريين يتكلموا لغه عربيه ويغيروا لغتهم، ده مش موجوده في اي مناهج نهائيا لوحده. أيوة. نهائيا طبعا. وبالتالي اتنين، لكن ده جزء من فرع، جزء من اصل كبير. الاصل الكبير انه المناهج بتحدد، اولا ينبغي ان احنا نقعد بشجاعه ادبيه في كل دول العالم بتضع المناهج وفق فلسفتها في الإنسان الذي ينبغي تريد أن تقدمه والمجتمع الذي تريد أن تبني. ما هي طبيعة الإنسان المصري الذي نريده؟ وما هو طبيعة المجتمع الذي نريد أن نقول؟ هل هو مجتمع الخرافة؟ هل هو مجتمع علمي؟ هل هو مجتمع يحترم قيم الإنسان؟ هل هو مجتمع يعلي من الاستبداد والتسلط؟ المناهج التعليمية في مصر وفي العالم العربي كلها بتعلي من إهانة الإنسان، بتعلي من الاستبداد، بتعلي من التسلط، بتعلي أن من حق الحاكم أن يذبح من يشاء. يعني لما احنا ندرس وولادنا يدرسوا مقولة أبو الحجاج إني رأيت رؤوسا قد أقنعت وما فيش أي نعم وحان وقت قطفة، ونقول لها الله على إنها عبارة بلاغية أدبية، وما حدش يقول لهم إن ده مجرم وسفاح، وإن ده ما كان ينبغي أن يقول له هذه الكلمة، لأنها بتتناقض مع حقوق الإنسان، بتتناقض مع الديمقراطية والحرية، والأهم من ذلك بتتناقض مع روح الإسلام الذي جاء دين يدعو للعزة وللكرامة وللكبرياء. وبالتالي لازم نحدد المجتمع الآن، ودي مش قضية التربية والتعليم. التربية والتعليم بتاخد الفكرة التي يريدها المجتمع وبتنفذها، إنما إن أنا آجي حصل ان الرئيس السابق خلع في فبراير، اجي اقول انا خلاص انا عديت المنهج بسرعه، انا كمان قلق من ده، ان يكون ده مجرد رد فعل لما حدث. طب لانه مصر. الموضوع اكبر من كده، موضوع اكبر بكثير. انا بقى انا هاخد من حضرتك الكلمه الاخيره، ان الموضوع اكبر واضخم واعظم من كده، لان انت دلوقتي لما تيجي يا دكتور صلاح، يا ريت تشترك معايا في الموضوع ده، لما تيجي تقول لي ان انا في التاريخ بتاع اولادنا كانوا بيدرسوا من كل انجازات الرئيس السابق، وفي فصل كامل على انجازات حرم الرئيس، ده منتهى حرام. يعني ان انا يعني انتوا في الوزاره مسؤولين عن تبويض دماغ كل الشباب دول، لان في الاخر خالص طلعنا مجموعه من الاجيال لا يفقهوا لا شيء. لا 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 ما انا عايزه مني. انا عايزه عرض مفيده. لا سؤال بقى، سؤال هنا بقى الناس ما سالتش. احنا هنضحك على بعض. لا الوزارة كان لها وزير سياسي في التعليم. عندنا مشكلات ضخمة في التعليم، لكن في الجزئية اللي حضرتك بتتكلمي فيها ديت ليست مسؤولية التربية والتعليم. ده في وزير سياسي وحزبية وفي حاجات كتيرة. رقم واحد مسؤولية النظام العام كله، مسؤولية المجتمع المصري أنه قبل هذا وتحمله 30 سنة. جميل، بس أنا في الآخر بس أنا في الآخر خالص أنا ليا كتاب، أنا ولية أمر، ابني أخذ كتاب التاريخ، أنا هو لا هو عارف مين اللي حطه ومين غير وزارة التربية والتعليم، فأنا بقى أنا أم بسأل وزارة التربية والتعليم لو سمحت يا فندم، مين اللي بيحط لنا المناهج؟ مين المسؤول عن انه يحط لي لابني او بنتي يعني الحاجه اللي يدرسها؟ استاذه مفيده، انا عاوز يعني الحوار يبقى بهدوء. انا هاديه والله، ما عنديش مشكله، بس لما يبقى عندك 4 مليون عاطل واخدين مؤهلات حاجه تحزن. لو سمحت ادينا فرصه نتكلم. اتفضل يا دكتور صلاح. انا اسفه طبعا، انا مش قصدي قبل حضرتك ما تتفضل. مشكورا، خليه يرد عليا. بس انا عايز اقول حاجه، ما هو عشان في موضوعين كبار، التعليم عندنا فيه مشكله طبعا، انما هل هي مشكلته انهم كانوا بيدرسوا تاريخ السيد الرئيس؟ لا يا امين، ولا دي واحده. لا اصل التاريخ بالذات فيه مشكله اكبر. حضرتك احنا عايزين التعليم يبقى احسن، انت راضي عن التعليم؟ لان برضه لما تقولي راضي عن التعليم ده انت بتتكلمين في المطلق.
سواء عن التعليم ده كسياسات، سواء كان التعليم ده كسلم تعليمي، سواء كان التعليم ده كمناهج، سواء كان التعليم كتدريس، سواء كان التعليم كمعلمين، سواء كان التعليم كمردود للعمليه التعليميه. نتكلم على احنا عشان نتكلم بموضوعيه وهدوء. طب نرجع لسؤال مفيد عشان ما بقاش انا اسفه انا عايز اعرف مين اللي بيحط المناهج. فوت السؤال يعني ما تزعلش مني. انا اود ان اتحدث اولا عن المناهج. ايوه المنهج ده وثيقه بتعدها الدوله من اجل ان تحقق اهدافها. يعني بمعنى اصح المناهج الاسرائيليه توجه الطالب الاسرائيلي حسب فلسفه المجتمع الاسرائيلي. صح. بان هو بيعيش في مجتمع الفلسطينيين دول اعدائه. طبعا في دسائس. وبالتالي لما بيجيب له في الكتاب يقول له ان الفلسطينيين دول ارهابيين وان هم كذا وكذا 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 وكذا. لما نروح لمناهج موجوده مثلا على سبيل المثال في ايران بيقول له ان العنصر الفارسي ده هو احسن عنصر وكذا 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 وكذا. لما بنروح مناهج في المملكة العربية السعودية نجد أن المناهج في المملكة العربية فلسفتها كلها مبنية على أساس تقديس الحاكم وأن احنا ندعم حكم الحاكم وبعد عن الحاكم ويعني وهذه الأشياء موجودة بتاعها. وبالتالي الوثيقة دي بتمثل الدولة. الدولة في فترة ما قد يكون فيها أخطاء، ولكن هذه الأخطاء الدولة باعتبارها دولة كيان موجود بتكرس ده في مناهجها. أيام صدام حسين كانت المناهج كلها بتحدث عن صدام حسين أنه مغوار العرب وأنه الفارس وأنه النشامة وأنه مش عارف كذا وكذا وكذا. بعد سقوط صدام حسين تغيرت المناهج تاني عاش الملك يعني. فالمناهج الدراسية بهدوء كده هي تمثل الدولة من ناحية إن إحنا أنا بجيب الأهداف بتاع المناهج بتاعتي منين؟ النخبة في الدولة سواء كانوا مثقفين سواء كانوا ساسة سواء كانوا دول أول ناس بيحطوا لي الأهداف بتاعتي. زائد بشوف إيه التوجهات العالمية بالنسبة للعلم نفسه، المادة الدراسية اللي أنا هدرسها إيه التوجهات العالمية اللي موجودة فيها، إيه النظريات العالمية اللي موجودة فيها. زائد العالم بيعمل إيه، بيعمل إيه في المناهج بتاعته، بيعمل المناهج بتاعته إزاي، وبيدير المدرسة إزاي وشبه ذلك. دي كلها بتحدد لنا المجتمع نفسه، إيه الفلسفة، إيه المجتمع عايز، إيه المجتمع شكل المجتمع إيه. فكل دي بتجسد مع بعضها توجهات الايه المنهج. لا يكون يعني قد يكون توجهات المنهج من نظام الحاكم اللي موجود فيه هي صحيحه وسليمه، ولكنها من نظام اخر او من نظره اخرى هي غير سليمه وغير صحيحه، لانها تكرس لاشياء معينه. اثبتت ان هي غير سليمه. اثبتت. انا ما بتكلمش على ما حدث لمنهجنا. فحاليا دلوقتي لما حدثت الثوره كنا امام قضيه ان احنا لابد ان نغير هذه المناهج الدراسيه. لا نستطيع ان نغير هذه المناهج الدراسيه، لان ينبغي عليكم ان حضراتكم تعلموا ان في الفتره اللي حصلت فيها الثوره 25 يناير كان حوالي 60% من الكتب سلمت للمدارس العام الدراسي الجديد. كان 60% من الكتب العام الدراسي الجديد كان سلمت للمدارس، وبالتالي كانت خلاص المطابع اشتغلت في الكتب الايه الجديده. النهارده عشان تلغي كتب مثلا ثمنها مليار او 3/4 مليار صعب جدا على الاقتصاد وعلى كل هذه الاشياء. فانت بتشتغل خطتين في وقت واحد. الخطه الاوليه على المدى البعيد على مدى سنه 13 12 ان انت تغيري المناهج بتاعتك بقى بصوره زي ما بيقول استاذنا الدكتور حلمي بطريقه فيها استاذ الاديب الشهير استاذ حلمي نمنم زي ما بيقول حقيقه نتعامل معاها بموضوعيه ونشوف المجتمع ده عايز ايه. وزي حضرتك ما قلت يكون الثوره خدت التقطت انفاسها وبدات تظهر نتائجها وبدانا نبدا مش متخوفين من اي شيء وبدانا نحط بقى مناهج اللي احنا عايزين ماذا زي ما قال حاليا دلوقتي مواصفات الخريج. احنا عايزين ايه في المواطن المصري؟ طيب. ما هي مواصفات المصري الذي نبتغيها؟ اسمح لي ان احنا نفتح الحوار بقى قبل ما التليفونات. انا ما كملتش يعني ما كملتش. اتفضل عشان يكلموا على المدى البعيد. على المدى القصير انا كان لازم اتجاوب مع الثوره. تمام. ما جيش الثوره النهارده اشتغلت ولغت اشياء كثيره جدا الناس كانت يعني ما تقدرش تتكلم فيها وينزل المنهج يقرصهم هذه الافكار. يعني التغيير ده مش هيلحق استاذ نزل زي ما حضرتك بتقول هيبقى عن التعديل استراتيجيه بس ما ينفعش يعني. لان نحن في مصر الان لم نحدد بعد شكل الجمهوريه المصريه الثانيه. هل هي دستوريه ولا برلمانيه؟ ايه بالظبط؟ الدستور بتاعنا لسه لم يوضع، وبالتالي هو معذور ما يقدرش يحط منهج بشكل نهائي في هذه الجزئيه. يعني اجي اقول لما اقول له دلوقتي مصر دوله نظامها جمهوري
دستوريه ولا برلمانيه؟ ما اقدرش اقول لسه الاوضاع السياسيه ما استقرتش عشان اقدر اكمل. خلونا لما قامت ثوره 52 في العام الدراسي اللي بعديها كان علي ماهر وزير معارف طيب. شكل لجنه لاعاده النظر في مناهج التاريخ، وهذه اللجنه انتهت الى تصور ووضعت التصور، والتصور الجديد ظهر في العام الدراسي 58 59. اسمحوا لنا ناخد ثلاث تليفونات عندنا، استاذ محمد ومدام نجيه واستاذ خميس، عايزين يشاركوا حضراتكم في الحوار. هو اللي ذكر بس الحسن حسين في التليفونات ولا ايه؟ اتنين عندنا. استاذ محمد الاول، اهلا بحضرتك استاذ محمد، اتفضل. استاذ محمد معانا على التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وانتم طيبين بنسبه العام الدراسي. وانت طيب. شرفتونا بالاساتذه الموجودين معاكم. انا ليا تعقيدين بس. اول تعقيد، المفروض بعد اذنكم يعني يكون وسطكم مدرس او طالب من الطلبه المتفوقين ايا كان مرحلته. ان ايه حضرتك؟ مدرس او طالب. مدرس او طالب، ده اللي بعد شروف المناهج يعني. ده تعقيد مع احترام لحضرتك. بدي مثل سريع بس للامثله اللي حوالينا اليومين دول. في المحكمه في قاضي، في متهم، في محامي، في صحفي. استاذ محمد احنا بنبتدي الاول الموضوع ونوعدك ان احنا هنفضل مكملينه، يعني ده اول جزء في الحوار بتاعنا وان شاء الله هنكمل بيه. رجاء تبقى سلسله، ايه المشكله؟ طبعا كتر خيركم ان انتم بتناقشوا حاجه مهمه زي ديت في البلد، لكن بتنفس القاعده عريضه من الشعب. لكن رجاء يبقى سلسله تعمل ثلاث اربع حلقات، انا اعتقد مفيش مشكله يعني. خالص. واحنا بنشكركم تاني على اهتمامكم بالموضوع ده. الموضوع الثاني، انا عندي طفلين في ابتدائي في جريد 4 وجريد 6، درسوا المنهج البريتش، درسوا المنهج الامريكان، درسوا المنهج المصري. لظروف سفري بره ورجوعي وكده يعني. فمش عارف، هم الاطفال اللي بيقولوا لي بابا خلاص مصري لا. فليه يا جماعه مصر لا؟ عشان المنهج. فاذا احنا اللي بنكره الطفل في المنهج. لا المدرس عارف، هو اللي مش عارف يشرح، ولا ولي الامر مش عارف يصرف على اولاده او يقنعهم. الموضوع كله المنهج والطفل او التلميذ. لا ده مقتنع بالمنهج والمنهج تقيل عليه. ليه؟ لانه جرب البريتش وجرب الامريكان، وفي يقال حاليا ان في حاجه اسمها ميكس. طب لما الناس دي كلها بتفكر واحنا ما بنفكرش، واحنا عندنا جهابذة التعليم في على مستوى العالم. اعتقد التعليم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لان انا سافرت اكتر من بلد، الاساس بتاعه والقواعد بتاعته مصريين. واكبر دليل امير احدى الدول العربيه استدعى الدكتور فاروق الباز وقال له معاك ميزانيه مفتوحه. ومين هو فاروق الباز؟ دكتور مصري، عالم مصري. قال له معاك ميزانيه مفتوحه بس اعمل لي اساس للتعليم في الاماره بتاعته تحت الدول العربيه. تمام. ففين مصر من الدكتور فاروق الباز؟ جايبها عشان يعمل خط ثاني مع النيل. جايبها عشان يعمل خط ثاني مع النيل. ما هو النيل هنشرب والتعليم هيسقينا ويبني اولادنا. صح، وجهه نظرك وصلت يا استاذ محمد. وبرضه هو نفس السؤال اللي احنا بنساله، المناهج، مين بيحط المناهج؟ بس ناخد استاذ حمدي قبل ما نسيب الاساتذه يجاوبونا على السؤال. استاذ حمدي اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا مع احترامي للساده الحضور والناس اللي اتصلوا، يا ريت حضرتك ياخدوا مرايه قدامي ويحطوها قبل ما يحطوا المناهج. مع احترامنا للساده الحضور واللي اتكلموا، اكتبي حضرتك الحفاظ على الوقت، العمل عن علم، اتقان العمل، الديمومه في العمل، الاخلاص في العمل، ان يوسد العمر لاهله. دول ست نقاط ينبثق منهم ستة أبعاد: البعد الديني والبعد الإنساني والبعد الاجتماعي والبعد الجغرافي والبعد الحضاري والبعد المصيري. كل نقطة دي واخدة مجلدات. أي حد يحط منهج يخلي دول قدامه النقاط والأبعاد، ما يحط ليش منهج على الرئيس ولا على الملك ولا يقول لي السعودية بتقدس الملك في المنهج ولا رئيس الجمهورية في مصر ولا الثورة الفلانية قامت. هذا منهج إلى يوم القيامة. لا مش بيحط، لأن ما دام دخلت السياسة في المنهج باظ المنهج كله، ضاع. لا يذكر محمد نجيب ولا يذكر زيد من الناس، واللي كان عندهم مشكلة مع عبد الناصر ما يجيبوهوش في المنهج، واللي كان معاهم مشكلة مع مبارك ما يجيبوهوش في المنهج. لكن النقاط الست والأبعاد الست.
كنت عايز اكررهم اكررهم. وصلت فكره حضرتك يا استاذ حمدي، ويمكن حضرتك يمكن قلتها احسن من ما انا قلتها، حته ان احنا محتاجين المنهج يا فندم يبقى شامل للطالب، انه يفهم كل حاجه، يعرف يتعامل بيه بالدنيا كلها، يتكلم ويروح ويجي. زي ما اميره كانت بتقول احنا عندنا مناهج، منهج المصري جميل، بس كل الطلبه اللي انا عارفاهم ومعظم اولادنا رايحين يا اما امريكاني يا اما انجليزي. انا النهارده بشكسك، منهج التاريخ في اي حته في الدنيا، في معظم الدول منهج التاريخ مرتبط بوجهه نظر الدوله فيما يحدث. ولما يبقى عندك في مصر قبل الثوره حكومه حزبيه ووزير تعليم سياسي عبد الناصر لغى تاريخ الملك، وبعدين رجعوا كتبوا تاريخ الملك، هنسقط محمد نجيب ولا نرجعه؟ هنقول على ثوره، على حركه التصحيح حركه تصحيح ولا انقلاب على عبد من انور السادات على الزمالك؟ التاريخ في وجهة نظر. فوزارة التربية والتعليم، أنا لا أبرئ أحد، بس أنا بحاول عشان أبقى، وزارة التربية والتعليم الوزارة الحزبية لما بتيجي تكتب تاريخ اللي بيدرسوه لأولادنا بيكتبوا التاريخ مقيدين بالضوابط السياسية. ولا أنا يا أستاذ حلمي نمنم غلطانك؟ مش ده اللي بيحصل؟ بتحبوا مفيش تاريخ. بس أنا عايز أعلق على التعليق على التليفونات المتداخل الثاني، الأستاذ حمدي. الحقيقة القيم والأشياء الجميلة اللي قالها دي مش قضية التعليم بس، دي قضية المجتمع والأسرة كله، يعني فضيلة إتقان العمل. خلونا نقول بصراحة ونمتلك الشجاعة إن في مصر لا توجد فضيلة إتقان العمل دلوقتي. احنا كنا ناقشنا الموضوع ده أول أسبوع. بتروحي تصلحي العربية بعد خمس دقايق بتلاقيها عطلت وهكذا. ده مش قضية التعليم بس، التعليم فيش جزء منه تربوي، لكن ده قضية الأسرة وقضية المجتمع وده يعني مسألة الحفاظ على الوقت، دي كلها ثقافة المجتمع وثقافة الأمة كلها. لكن فيما يخص إذا تصورنا أن أزمة التعليم في مصر هي أزمة مناهج وفقط، يبقى بنضحك على نفسنا. أزمة التعليم في مصر سوف تبقى في المقام الأول وجود مدرسة لائقة لأولادنا. إحنا عندنا أرجوكم ما تنسوش ده، سنويا بيتسرب 900 ألف طفل من جمهورية مصر العربية من التعليم، بيطلعوا في الشوارع بيضافوا إلى رصيد الأمية، لأن ما فيش مدرسة. احنا بنودي ولادنا مدارس خاصة ومدارس أجنبية، ليس لأن المنهج الإنجليزي أحسن ولا المنهج الأمريكاني ولا المنهج، ولكن لأنه على الأقل احنا ضمنين أنه هيروح مدرسة وفصل فيها كرامة للتلميذ، مش هيقعدوا 120 ولد فوق بعض. ما فيش مدارس هيدخل شايل العصاية. تمام. أنا هقول لحضرتك، أنا ولية أمر لما جيت قدمت لبنتي، أنا بحكي لك قصة من الحقيقة جدا، جيت قعدت مع نظرة المدرسة قلت لها يا فندم قولي لي على طريقة دراسة تخلي بنتي شخصية ليها حق الاعتراض والقبول في المجتمع، عايزاها يبقى ليها شخصية. قالت لي خشي نظام، يعني بغض النظر، قالت لي مش مصري الخاص عموما مش مصري. انا في مني، في صورة ليا انا، في مني ملايين كتير امنية حياتهم يلاقوا اولادهم بيدرسوا حلو، عندهم الامكانيات والوقت انهم يستمتعوا بحياتهم، وعندهم بعد ما اشوفها كده بتتخرج الاقي عندها شخصيه ليها وجهه نظر، تعرف تتكلم وتتناقش. لكن مش ده اللي بيحصل. الدكتور صلاح عرفه جاي عشان يعرفنا ايه الاضافات. انا يعني فاهمه، انا بس بكلمه وانا اعرف من حياتك. انا مش بلوم حضرتك، انا بنتناقش. يعني تحت امرك. بالنسبه برضو للاخ اللي عرف بعد كده على الست ابعاد دول للمنهج او ما اتكلم عنهم المنهج، المناهج بتساق في العالم بثلاث اساليب، يا اما ان انا احط اهداف واحط في ضوءها محتوى واعلمه للاولاد في ضوء الاهداف دي، بدون النظر للاهداف دي تنفعني او ما تنفعنيش. انا حاطط اهداف وخلاص، ممكن اجيب اهداف بتاعت امريكا وانا ما اقدرش انفذها واحطها واقول ده انا اهدافي عالميه. تمام. وفي اسلوب ثاني، ان انا الطالب ده لما يتخرج انا عايز منه ايه؟ انا عايزه يقدر العمل، وعايز يعمل كذا، وعايز يعمل كذا، فاحط التوقعات اللي انا بتوقعها من الطالب ده لما يتخرج، بعدين بحط له بقى المنهج الدراسي اللي هو يساعده على انه يحقق هذه التوقعات، بحيث لما يطلع يبقى حقق هذه التوقعات. وده لو احنا عملناه، النقطه اللي كنت بتتكلموا فيها قبل ما نيجي معاكم، وهي نقطه الانفصال. أيوة. بين سوق العمل وبين انا سوق العمل عندي ايه؟ انا عايز عمال زراعيين اكتر، ولا عايز عمال صناعيين اكتر، ولا عايز بتوع حقوق اكتر، ولا عايز بتوع خدمه اجتماعيه اكتر، ولا عايز كده؟ فده بيأثر على التدفق الجامعي في التخصصات. توجهات اودي فين؟ اروح فين؟ ده بيبقى حسب التوقع. النقطه الثالثه بقى، حاليا دلوقتي في العالم والدول المتقدمه بتعمل كده، المهارات اللي عايزينها في الطالب ايه؟ وفي ضوء هذه المهارات بيحط المناهج بتاعته، وبالتالي المنهج هنا بيسعى الى
تدريب الطالب على اكتساب مهارة معينة. النهاردة طالب في أمريكا تقولي له أنا عاوز أعرف عن مشكلات السد العالي وهو ما يعرفش حاجة عن مصر، يقول لك حاضر في خلال ساعة أو ساعتين يجيب لك بحث كامل عن مشكلة السد العالي، لأنه اتدرب على أساس مهارة إزاي يبحث. ده بقى مشكلة كبيرة. هذه بقى هذه هي نقطة بيت القصيد. بص يا دكتور، الأسلوب ليس أسلوب بنج ولا أسلوب العرض، أسلوب عرض للطالب. إزاي أنت حاضر يا فندم؟ حضرتك قلتي النظرة، قولي لي على طريقة يعني أسلوب العرض. أيوة. في أسلوب العرض اللي هو بينمي عند الولد التفكير، لما يجيب له صورة ويقول له الصورة دي فيها إيه، طب الصورة دي في أي شهر، الصورة دي بتنمي عنده التفكير. وفي أسلوب تاني، ولما كان وحيث أن وإذا وقف وبص على يحفظ هذه المهارات. إذا سمحت لي نقطة مهمة برضه، في قصة كتبت في الجرايد السنة اللي فاتت عن امتحانات الثانوية العامة، لقوا العيال خارجة من اللجنة بتعيط، سألوهم بتعيطوا ليه؟ قالوا لهم أصل الامتحان عايزنا نفكر. دي بجد؟ أيوة. اللي هو حافظ مش في أيوة مش قالك اللي حط الامتحان عايزنا نفكر صح. فأنا ده بقى يعني كتب التاريخ تتكلم عن محمد علي أو عن محمد نجيب أو عن جمال عبد الناصر، دي مسألة سياسية نشيل إيه ونحط إيه في موضوعنا. دي ثوابت. إنما أنا عندي مدرسة لا بقى فيها معمل ولا بقى فيها أدوات توضيحية ولا فيها مسرح ولا فيها نشاط صح. ولا بشجع حد يفكر ولا بتحدى بخليه يعمل بحث ولا بقول له دور على النت. انا بعلم جيل عشان ينشن ويحل اسئله المرشد ويشوف ايه اللي بيجي في الامتحان السنين اللي فاتت ويتخرج يقعد على القهوه ما بيعملش حاجه. المرشد العام ولا المرشد الخاص؟ يعني انا بقى يعني انا ايه قاعده من اول المناقشه، انا ما بلومش. افهم جدا ان وزاره التربيه والتعليم في اطار التوجهات السياسيه العامه للحكومه تبقى ملتزمه بالتاريخ، لكن الجغرافيا يا فندم ما فيهاش التزام سياسي. مش هقدر اقول لان ايران وحشه ولا حلوه هشيلها من منهج الجغرافيا. احنا انا خريجه مدرسه ثانوي عامه، كنا زمان في جيلنا بنعتبر اللي بيخش المدرسه الخاصه الفاشل اللي اهله بيدفعوا له مصاريف. خلاص كان مدرسينا احسن مدرسين، وما كناش بناخد دروس وما كناش بناخد مجاميع. منظومه التعليم كلها اختلت، مش بس المنهج. مع احترامي للمدرس اللي مركز على الدروس الخصوصيه، انا هبتدي اترافع حاسه اني في المحكمه. اصل موضوع التعليم ده صلاح عارفه يعني حضرتك المنهج عايزه المنهج يخلي التلميذ يفكر، عايزه المنهج يخلي التلميذ يطلع احسن ما عنده. احنا هناخد الموضوع ده، بس عندنا كمان تليفون. هرجع معانا استاذ تامر. استاذ تامر كان في سيده انتوا كنتوا قلتوا منعتيها من الاتصال. لا هي نقطه عشان يا ريت في تمييز من كتر ما هم بيستنونا بيتقطع الخط للاسف. فاحنا بنعتذر. معانا استاذ تامر ورانيا وفايز. اتفضل. الو تامر. استاذ تامر سامعين حضرتك، اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا كنت عايز بس اتكلم في نقطه معينه بمناسبه التعليم. اتفضل يا فندم. التعليم حضرتك عندنا بيرجع لورا مش بيتقدم لقدام، لان اغلب المدرسين بيتعاملوا مع التعليم على انه بيزنس، ان المدرس بيخش الفصل ما بيشرحش حاجه للتلامذه. معلش المدرس بيخش الفصل عشان يجيب التلامذه يديها درس خصوصي، يديها درس خصوصي عشان خاطر الدرس الخصوصي هو اللي بيديه فلوس اكتر من الراتب بتاعه. تمام صح. فعشان كده التلميذ مش هيبص للمنهج، هو في اخر محاضرتين ثلاثه بياخد فيهم درس خصوصي بيجي له الامتحان ده، يبقى مش هيبص للتدريس ولا هيبص للمدرس ولا هيبص للمدرسه. فعشان كده احنا بنرجع لورا ما بنتقدمش لقدام. صح. وصلت. شكرا لحضرتك استاذ. بنشكرك. عندنا اول سيده استاذه هدى، اتفضلي عشان استاذ حلمي نمنم بيقول فين الستات؟ يقول انتم مضطهدينهم. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا استاذه اميره ويا استاذه. انا ليه انا بنتي سنه 5 ابتدائي جبت لها كتاب عشان نقوي نفسنا لغايه ما نخش المدرسه، لقيت اول درس في العربي نص ديني. واحنا عندنا حاجه دلوقتي بيننا وبين الاخوه المسيحيين، مش معقول اول حاجه في المنهج يبقى دين. ليه المسيحيين يدرسوا الدين الاسلامي؟ ليه؟ واول خبطه يعني عارفه اول خبطه في كل بيت مسيحي هيواجهوا مشكله، ليه بنعمل في اولادنا كده؟ ليه؟ انا عايز اعرف حد يوجهني، ليه بنعمل كده؟ ليه النصوص الدين تخش في المنهج العربي؟ هل ده كان كتاب دين ولا كتاب عربي؟ كتاب الاضواء بتاع سنه 5 ابتدائي. الاضواء بتاع 5 ابتدائي. ده كتاب خاص. اول درس كتاب خاص اللي هو كتاب المنهج بتاع المدرسه. يا مدام هدى الموضوع ايه يا مدام هدى؟ قولي ده كتاب عربي
بس انت اشتريتي كتاب الاضواء اللي هو على علم الدراسه تبتدي. علم الدراسه تبتدي يعني بتقول كتاب العربي اول درس فيه. مدام هدى مدام هدى اول درس، الموضوع ده حساس. الدرس كان اسمه اول درس دين. عندنا اسمه اسمه. لا انا ما عادش فاكراها دلوقتي، انا دخلت عامله مداخله معاك. انما حضرتك جيبي اي جنين وتدي الدين تبقى لا لا هو هل بيدرسوا في ماده الادب العربي؟ ما بيدرسوش كنص ديني يا مدام، هو بيدرسوا يكتبوا ليه؟ يكتبوا ليه؟ يعني احنا عندنا يكتبوا لان ده جزء من الثقافه العربيه، جزء من الثقافه المصريه، جزء من المجتمع اللي هو عايشه. الطالب المسيحي مش ملزوم يدرس. لا بصي يا مدام هدى اذا سمحتي لي، هل الدرس ده مقرر حضرتك يا مدام هدى؟ اه مقرر مقرر ازاي اذا كنت انت جايباه في الصيف؟ لما جايبه الكتاب بتاع السنه الجديده يا استاذ حلمي، يعني هي اشترت الكتاب اللي طلع. بص انا استفاده من الكتب. تقول لنا بس الموضوع هي بتقول في الصيف جايباه ده كتاب الاضواء ده. يا مدام هدى اذا سمحتي لي يا مدام اميره، انا جايبه الكتاب ده من يومين. طب اذا سمحتي لي يا مدام هدى، اذا سمحتي لي يا مدام هدى اتفضلي. النص الديني في كتاب العربي لما بيتحط في المنهج بيدرسه كنص ادبي كنص مش كنص ديني، انما بيتحط كنص ادبي. وهو معلش اذا سمحتي لي هو جزء من مكونات الشخصيه المصريه سواء مسيحي او مسلم، ده ما يتناقضش لا مع المواطنه ولا مع حق التلامذه المسيحيين انهم يدرسوا دينهم بمعزل عن المسلمين. اميره اوكي يا مدام اميره اسمعيني، مدام اميره ممكن تسمعيني؟ اتفضلي. جزاء العاملين، انا جبت الكتاب اهو، الدرس الاول جزاء العاملين، قران كريم قران كريم. وبعدين في التدريبات اكتب الايه الى اخرها، اكتب الايه الى اخرها. يبقى ده ايه؟ يبقى ده الزام ولا ده دراسه؟ طب ولما اقول له اكتب الايه هو طبعا بصي احنا وصلت الفكره بتاعتك، احنا وصلت الفكره. بس الانسان اللي بيعمل بيبقى ليه اجر وليه ثواب. انا بس في حاجه، هذا نص مش نص ديني، ليس نصا دينيا، ليس محصورا به ناحيه دينيه. وممكن جدا انا لو عندي طالب مسيحي اقول له قول لي على الحاجات اللي موجوده في الاصحاح اللي بتؤكد على العمل، كل وان المسيح كان بيحض حواريه على العمل وعلى ان هم ينتجوا وعلى ان هم يزرعوا وعلى ان هم يعملوا الثواب والعقاب. نرجو الا يعني المعايير الاخلاقيه العامه والحريه الجميله وزين كل الاديان بيدرسوا كقيمه اجتماعيه مش كنص ديني. ما هو عدل انا برضو انا عاوز اتكلم بس كلمه واحده ممكن تسمحوا لي؟ لان انا شايف كده ان الامور كده، لا انا مش يعني شايف المساحه مش مضغوطه ليا. اتفضل يا فندم. أولا في حاجة، إن قضية التعليم النهاردة مش قضية وزارة التربية والتعليم. قضية مين يا فندم؟ لحظة واحدة، قضية مجتمع بأكمله. زي دولة قضية أنت حضرتك أنت لما رحتي تدوري على مدرسة لبنتك أنت مهمومة بيها. طبعا. وقضية إن بنتك دي أيضا باباها مهموم بيها، وقضية إن هي لما تطلع في المجتمع تبقى مهمومة بمجتمع، فهي قضية مجتمع بكامله. وبالتالي هذا المجتمع ينبغي أن يتضافر. لما يكون في مشكلة ما صدرش وزارة التربية والتعليم لحل مشكلة الدروس الخصوصية، وأنا ولي الأمر أول واحد بشجع على الدروس الخصوصية، وبذهب إلى المدرس الخاص وأحجز عنده من الأجازة وأبعت له ناس علشان خاطر يتوسطوا لي عنده عشان ياخد ابني في الدرس عنده. قليل اللي بيرفضوا. لما أجي أقول له مثلا ما تديش ابنك درس ولا حاجة يقول لي لا. ثانيا وزارة التربية والتعليم، حد في الوزارة بيقول له لا ما تديش ابنك درس؟ فايز. لا هو الوزاره، أنا عمري ما الوزير لديه. الوزير او الوزاره كممثله في في في, في الوزير نفسه هو يؤكد دائما على اساس ان مكافحه الدروس الخصوصيه، ولو كان هناك حاجه لدروس خصوصيه تتم من خلال المدرسه من خلال مجموعات يشرف عليها المسؤولين عن العمليه التعليميه في المدرسه، وتتم محاسبه المدرسين عليها مثلا على سبيل المثال. وفي هناك نماذج محترفه، انا على سبيل المثال في هذه الايام نقابل بعض المدرسين المتميزين في وزاره التربيه والتعليم. كم واحد يا دكتور صلاح؟ نماذج كم آلاف. يعني الناس اللي حضرتك بتقوله ده في كم مدرسه بيحصل؟ نماذج متميزه يا استاذ حلمي، لهم نماذج متميزه في تدريسهم وفي ادائهم، وبيجيبوا اداء طلابهم حاجه مبهره جدا. ثانيا ان وزير التربيه والتعليم سواء كان الاستاذ الدكتور احمد زكي او سواء كان الاستاذ الدكتور احمد جمال الدين حاليا يؤكد على الاهتمام بالبنيه المدرسيه. حاليا دلوقتي في اهتمام كبير جدا بتكنولوجيا التعليم انها تكون موجوده في كل المدارس. طيب. في النهارده السمارت بورد لازم تكون موجوده في داخل المدارس. دي فكره عنها يا فندم اللي هي السبوره الذكيه اللي ممكن المدرس يشرح عليها ويسجل في نفس الوقت ما يشرحه، ممكن يستدعيه مره ثانيه، ممكن يشغلها على كمبيوتر، ممكن يكون عليها موسوعه علميه بدل ما يخلي الاولاد هتبقى موجوده في كل المدارس يا فندم؟ موجوده حاليا في يعني
موجوده حاليا في معظم المدارس، ولكن مثلا ممكن تكون موجوده واحده في مدرسه، ممكن تكون موجوده اثنين في مدرسه، ولكن الوزاره تسعى الى مضاعفه هذا النوع من الوسائل واعداد معمل تكنولوجيا تعليم موجود او معمل تكنولوجي موجود في المدرسه يمكن ان يستخدمه المدرسين المختلفين في على مدار الوقت. فوزاره التربيه والتعليم بتبذل مجهودات كبيره جدا ان هي مليار جنيه توفر ايوه توفر المدرسه وبيئه صحيه. مليار جنيه ايه في الموازنه يعني من الموازنه يعني خلينا نتكلم بنتكلم بمنتهى الصراحه، سوف تبقى مشكله الدروس الخصوصيه طالما ليست هناك فصل في 20 ولد. في فكره عند حضرتك القضاء على الدروس الخصوصيه؟ لا ما اقدرش على الدروس الخصوصيه انك انت ان لابد ان يتبنى مدارس كفايه، طالما ما فيش مدارس كفايه وان الفصل في 40 و50 و70 و80 وبعض المدارس في الصعيد بتشتغل فترتين، ما هو رغم ان وطالما اجور المدرسين انا لا معلش لا 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 لا, 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 لا انا هقول لحضرتك بسبب لا فيما يخص اجور المدرسين شديده التدني، لكن كل الاجور والمرتبات في جمهوريه مصر عندها شديده التدني. لا نتكلم بصراحه، نخش في مواضيع لا دقنا نتكلم بصراحه ماشي. لكن قضيه الدروس الخصوصيه وقضيه التعليم في مصر، وده اللي بيحصل كل سنه في الثانويه العامه ما يسمى كليات القمة. احنا في العالم كله ان كل 300 الف نسمه المفروض يكون ليهم جامعه، احنا عندنا 27 جامعه، يعني احنا محتاجين على الاقل 50 جامعه كمان، ومحتاجين على الاقل 1000 مدرسه ثانوي. ميزانيه التربيه والتعليم في جمهوريه مصر العربيه لا متدنيه. يا فندم الميزانيه السنه دي في الدروس الخصوصيه مليارات، ليه ما بتتوظفش لتطوير التعليم بدل ان يبقى كل واحد يحل المليارات التي تدفع؟ ما هو لابد ان المجتمع في نهايه الامر، المجتمع في الفتره اللي فاتت سادت فيه نظريه الخلاص الفردي بالظبط، انا اعلم ابني والباقي يولع، انا اشوف عاد عمل وكنت على بره على السعوديه. اسمحوا لي ان احنا ناخد التليفونات الكتيره جدا اللي موجوده معانا، خلي الناس تشارك معانا الحوار. معلش دكتور صلاح معانا فايز ومعانا اميره ابدا يا فندم. انا اسف والله ابدا، انا اول ما اعرف يا دكتور صلاح ده انت فوق راسك والله يا دكتور والله. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا كمل الايه في ساعتها كمل التليفونات اللي بتيجي بحترمها جدا. والله انا كمان بحبها جدا بس موضوعيه وليس بانفعاليه عشان نقدر نوصل لفكره معينه. بس انا خلي مين يعني انا ارجو تستحيل بس اتكلم كلمه قبل التليفونات دي، اصل حرام لانهم بالكروت يا فندم وده فلوس ناس. بالنسبه لحته التطوير يعني التعليم انا اسفه برضه، والدروس الخصوصيه، الدروس الخصوصيه دي سببها ايه؟ الامتحان والشهاده والجامعه والمنافسه، لابد ان نفصل بين الشهاده لانه ما فيش مكان. ما هو لو كل تلميذ دخل لو اتفصل بين الشهاده هو والجامعه يعني اللي ياخد شهاده مش هيبقى في هذا الصراع. ده موضوع انا يا فندم طبعا، وما ينفعش ان في بلد زي جمهوريه مصر العربيه احنا عندنا 20 مليون تلميذ في المدارس والجامعات والتعليم الازهري، اكثر من 20 مليون واحد، ميزانيه التعليم 52 مليون جنيه. ده كلام لا مؤاخذه يعني، هل الدرس الخصوصي يضمن طالب متميز؟ لا طبعا بالعكس، ده هو بيعد الطالب انك يجاوب يا ابني لما يجي ولا التعليم ولا التعليم يضمن لي طالب متميز ولا التعليم يضمن التعليم. معانا استاذ فايز من فضلك خش في الحوار. اهلا بحضرتك يعني. احنا اسفين احنا سايبين حضرتك كل الفتره دي على التليفون. لا ولا يهمك، اتفضل يا فندم. دلوقتي بالنسبه للتعليم، في سنه ثالثه اعدادي معظم الطلبه ما بتعرفش تكتب وتقرا، وبعدين انا بتكلم على التعليم العام ماليش دعوه بالتعليم المصاريف والخاصه والاهليه. طب ممكن تعالي صوت حضرتك؟ الصوت مش تميز ضعف القراءه. انا بتكلم على القاعده العريضه ايوه فهمت، والتعليم الحكومي ايوه. ليه ما نخليش الطلبه من سنه اولى ابتدائي لحد سنه سته او خمسه يتعلم قرايه وكتابه فقط؟ ما ندخلوش 10 مناهج ونسيب نخلي جيبكم يعني الكتاب يتعلم قرايه وكتابه فقط لحد سنه ثالثه رابعه. لا ازاي يا فندم؟ ده الاطفال في العالم كله انا مش قادر على 10 مناهج. لا ده هو لازم يدخل المدرسه يا استاذ فايز يعرف يقرا ويكتب. ايوه لازم من هو عنده رابعه ابتدائي بيروح بيت الكلاس او بيروح بيت الكلاس. يا استاذ انت حطيت ايدك كده على خلل موجود واللي هو فعلا ضعف القراءه والكتابه. ايوه وده احنا حاليا دلوقتي بنبحث عن اليات فعلا لرفع مستوى اداء الطالب في الثلاث سنين الاولى والثلاث سنين الثانيه في القراءه والكتابه. وبعدين احنا محكومية يعني يرجعوا الخط الانشطه المدرسيه اللي هي بتساعد على القراءه والكتابه، تنشيط عمليه القراءه والكتابه، الخط استخدام كراسات الخط العربي. ايوه لانه موجود في الاعدادي، لكن بيطلع الولد لغايه الاعدادي وهو فقد هذه الاشياء، فبيجي في الاعدادي خلاص هو انتهى يعني، لكن يكتب انجلش بيرفكت. شكرا يا استاذ فايز كده. معانا الاستاذه اميره، بيتعلم من اولى ابتدائي لما يجي في اعدادي بقى طوال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذ امير، اتفضل يا فندم.
الدكتور صلاح مع حضرتك والاستاذ حلمي. انا طالبه في جريد 7 امريكان. جريد 7 امريكان او بريتش امريكان؟ ايه او انا امريكان. اهلا وسهلا اتفضلي. انا كنت بدرس المنهج المصري 5 سنين هنا في مصر. خلاص يعني كان المنهج كتير قوي عليا، انا ما كانش عندي وقت ان انا امارس هواياتي، ان انا اعيش حياتي، ما استمتعش في حياتي. خلاص كنت بذاكر كل وقتي مذاكرتي وبس، يعني ما كانش فيه وقت ان انا اعمل حاجه ثانيه. انا سافرت. حولتي امتى؟ حولتي وانت في سنه كام؟ وانا في جريد 6. في جريد 6 قررتي انك انت تروحي امريكان. انا لما سافرت خلاص خدت سنتين، سنه بريتش وسنه امريكان. طب عشان سنه 6 اللي هي الشهاده. اسمحي لي اشرحي لي اميره، وانت بتفتحي مثلا كتاب التاريخ الهيستوري في جريد 7، احكي لي الموضوع كان عامل ازاي؟ ايه الفرق؟ ان هم الاول عرفتي تقريه؟ ايه؟ عرفتي تقريه؟ ايه عرفت اقراه. احتجتي مدرسين؟ التاريخ المصري بتدرس؟ لا ما احتجتش مدرسين، المدرسين كان عندنا في الكلاس. انا عارف، انا بكلم اميره من ناحيه ايه يا فندم، بس دكتور صلاح ان الكتاب نفسه مكتوب بصيغه مش على اي دار الام وكل ولا بتدرس كتاب اجنبي؟ ما بتدرسش كتاب تاريخ اجنبي. انت بتعرفي 7 بتدرس 7 هيستوري. ايوه لا ما بتدرسش كتاب الامريكاني في التاريخ. اي حد بيبقى في الدبلومه الامريكيه او في الاي جي اللي هي الانجليزيه حاجه، لا انا بقى بدرس التاريخ المصري، بدرس اللغه العربيه، بدرس التربيه القوميه، بدرس التربيه الدينيه. لا يا فندم لا انا كان عندي في الكتاب بتاعي. لا انا اعرفه من وزاره التربيه والتعليم، لكن اعرفه ما عندكم ده. اتفضلي يا اميره. درست في امريكا بقى، مش درست على فكره. لا هنا. طب اسمعها بس اذكره، يعني انا كنت مستمتعه بيه لانه انا كنت بدرس فعلا ايه ذا بيرث اوف اسلامك، بدايه الاسلام في مصر وفي العالم كله. كان بيدينا حضاره وزير التربيه والتعليم. اسمعها يا دكتور. بس دي حاله نسمعها. اتفضلي يا اميره. انت يا بنتي كنت بتدرسي بالانجليزي ولا بالعربي؟ لا كنت بدرس بالانجلش. كان التاريخ ده تاريخ ايه؟ تاريخ مصر ذا بيرث اوف اسلامك بالانجليزي. صح؟ ايه بالانجليزي. قالت كمان بالانجليزي. تمام. ودرست ايه كمان؟ وكنت بدرس ساينس، كانت المعلومه يعني كانوا طالبين مني بس المعلومه، يعني ما كانوش طالبين يعني حاجات اكتر، هي المعلومه بس كان المطلوب ان انا اعرف المعلومه واحل عليها. اللي احنا بنقول عليه الدش. ايه بالظبط. يا حبيبتي وبعدين؟ بس لكن وكنت بفكر خلاص ويعني بستخرج حاجات من الدرس انا لوحدي خلاص، وابتدي اتكلم بتلقائيه وكويس، يعني كان المنهج ما كانش متضخم، ما كانش فيه حاجات كتيره. كم صفحه المنهج بتاعك اللي درستيه يا امير؟ كانت هي بس المعلومه اللي انا اعرفها وافهمها. لا الكتاب كان كم صفحه يا مامي؟ نعم الكتاب كم صفحه؟ لا مش هحفظها، افهمها. كم صفحه الكتاب؟ الكتاب كم صفحه يا حبيبتي؟ الكتاب التاريخ كم صفحه؟ هو كان يعني كانوا بيحددوا لنا، هو كان الكتاب يعني كذا صفحه كتير قوي يعني، بس هما كانوا بيحددوا لنا حاجات بس في الاكزام، هنمتحن مثلا من بيج كذا لبيج كذا، بس ده كان في الاكزام. اوكي. اوكي ماشي. شكرا يا اميره. لا سؤال قبل ما اميره تقفل. اميره هستاذنك سؤال كمان، الامتحان بتاعك لا. شكل الامتحان بتاعك كان عامل ازاي يا اميره؟ مختلف. ما يا ريت احنا المصريين مش اقل من الامريكان ولا البريتش. احنا لو جبنا يا استاذتي العزيزه، لو جه سؤال واحد بيخاطب تفكير الطالب هيجي في الجرايد تاني يوم الامتحانات فوق مستوى الطلاب، تحويل المسؤول عن وضع الامتحان للتحقيق، الوزير يامر بتوزيع الدرجات على باقي الاسئله. يا استاذه المجتمع لا يريد، عاوز المجتمع عاوز ابني يجيب درجات، عاوز يجيب يعني ما بيحاولش ينمي التفكير على الاولاد. اسمع اميره كمل. اميره ثانيا يعني انا بالنسبه لاميره انا اول مره اسمع ان في كتاب تاريخ باللغه الاجنبيه. انا في وزاره التربيه والتعليم لم ارى كتابا باللغه الاجنبيه في وزاره التربيه والتعليم. مدرسه اجنبيه حتى بالنسبه للمدارس، حتى بالنسبه للمدارس اللغات، حتى بالنسبه لهذه الاشياء، هذه كتب بتعد باللغه، ممكن الجغرافيا باللغه الاجنبيه. لا تدرس الجغرافيا باللغه الاجنبيه، لكن بالنسبه للتاريخ، بالنسبه للغه العربيه، بالنسبه للتربيه القوميه، دي بتدرس باللغه العربيه. وانا انا في جامعه، انا في جامعه لو سمحت يا فندم، لو سمحت جغرافيا بالعربي. انا في الجامعه، انا في جامعه حلوان، انا في جامعه حلوان. ايوه انا في جامعه حلوان. كانوا الطلاب اللي هم بياخدوا الاي جي او الدبلومه الامريكيه وبيتقدموا الى كليه التجاره او اي كليه في جامعه حلوان، بيطلب منهم ان هم يحققوا امتحانات في اللغه العربيه وفي التاريخ. يا استاذ حلمي احنا بنشكر اميره، بنشكر اميره عشان نسمع الدكتور صلاح بقى. امتحان في التاريخ لهؤلاء الطلاب في مستوى الثانويه العامه، وكنا بنضع الامتحان باللغه العربيه،
ويمتحنوه في الجامعه باللغه العربيه عشان ياخدوا الدرجه بتاعته بعد كده ويدخلها للكليه اللي هو قبل فيها عشان خاطر يعني يثبت في الكليه على اساس ان هو طالب ما يتخرجش الا اذا امتحن اللغه العربيه. لازم يستوفي هذه المتطلبات اللي موجوده فيها. اما بالنسبه لها انا في كتب تاريخ، انا شفت كتب تاريخ امريكيه وشفت كتب تاريخ، انت لو شفت كتاب التاريخ الامريكي ده مذهل، ده كتاب قد كده. انا شفته ما بنتي كتاب قد كده وكتاب يعني يعلمك الهند احسن من الهنود، يعلمك التاريخ الفرعوني احسن من شفت يا دكتور مكتوب ازاي بس كتب قد كده في حاجات مش قوي. ولكن برضه هو ايضا انا شفت منهم كتاب السنه اللي فاتت كان بيقول ان اليهود اللي بنوا الاهرامات ايوه بيكتبوا وجهه نظرهم، ده سائس بيكتبوا وجهه نظرهم يا استاذ حلمي مش وجهه نظرنا. انا ما بصدقش على صحه المعلومات، انا بتكلم على اساس المعلومات اللي بيدوها، الصور اللي بيدوها، الحاجات اللي بيدوها. انا قلت القضيه النهارده قضيه المناهج الاجنبيه هي قضيه عرض المنهج. المناهج اليابانيه لا تزيد عن 70 80 صفحه. احنا عايزين نعرف من حضرتك هذه 70 80 صفحه دي هي عباره عن اشكال ورسوم، ويطلب من الطالب ان هو يجري عمليه مقارنات، استنتاجات، استدلالات، اشياء معينه، ويستخرج منها معلومات يبدا يناقشها مع استاذه. احنا نطلب منه يعمل بيبر من صفحتين او حاجه في المكتبه ويجيبه ويناقشهم قدام زملائه. هذا اسلوب لك، لكن لو احنا عملنا هذا الاسلوب في مدارسنا هتشن حملات. لو احنا رفعنا مستوى، لو انا عملت امتحان النهارده بمستويات تفكير بيقيس مستويات تفكير النهارده النهارده لان حضرتك مع التراكم بالظبط مع الامتحان الزمان عايزين نبتدي مع الاجيال الجديده بطريقه مختلفه. اقول له فكر انا ابتدي من اولى ابتدائي بطريقه مختلفه. فهمت قصدي؟ هو ده الكلمه النهارده عشان تعرفنا ايه الخطه والاسس اللي اتحطت او في اللجنه بتاعتك. هو في سؤال كان سالته الاستاذ المفيد في الاول بالنسبه لمن يضع المناهج. ايوه يضع المناهج يريحني. حاضر، يضع المناهج دول اساتذه الجامعه، من صفوه اساتذه الجامعه تمام، خبراء في المجتمع او رجال مجتمع مشهورين جدا من بيمثلوا قطاعات معينه. احنا ما شاء الله عندنا اساتذه يعني خبراء في المناهج وطرق التدريس، خبراء متخصصين في علم النفس والتربيه السلوكيه وحاجات من الحاجات دي تمام. فكل دول سياسيين ممكن يكون لهم دور في وضع المناهج. بيحطوا ده بقى لهم فتره يا فندم. يعني مثلا على سبيل المثال اللي هم بيمثلوا الدوله حزبيين بيمثلوا الحزب. يا دكتور صلاح هذه النخبه المتميزه اللي حضرتك رؤية وزير الزراعة، رؤية وزير الصناعة، رؤية وزير كذا، هذه الرؤية كلها علشان كده وصلنا لهذا المستوى الرائع من التعليم. حزبيين يا استاذ حلمي، حزبيين بيتدخلوا في توجيه المناهج الخاصة. أنا بكلمك على اللي بيضع هذه المناهج. لكن يعني وزير الزراعة يتدخل وجهة نظره ووزير معرفش كده يبدي وجهة نظره ويبدي وجهة نظره في ان هو ماذا يريد بالنسبة للطلاب. طب وانا لو ده حاصل يعني كان بقى الأستاذ يوسف هو اللي كان بيروح يقول لهم التطبيع وما التطبيع والزراعه مع التطبيع. لا امال ايه؟ بيتكلموا عن الزراعه، انواع الزراعات اللي موجوده عندي، التربيه الزراعيه، الدوره الزراعيه اللي موجوده عندي، الارض التربه بتاعتي، النهر النيل، مياه نهر النيل. الوزير ده سياسي مش الوزير اللي يقول الكلام ده. بيدي دي موضوعات، بيدي دي موضوعات كموضوعات كمؤشرات ينبغي انها تضمن في مناهج، لكن اللي بيضمنها في مناهج دول خبراء متخصصين. هم بيطرحوا افكار، حضرتك عايز تقول كده. بيطرحوا افكار. بقالهم كام سنه يا فندم بيطرحوا الافكار دي؟ من ساعة حضرتك ما اتخرجت من المرحلة الثانوية من رخرة التعليم عندنا في مصر السنوية. رائع يعني. ما انت انت حضرتك المناهج اللي درستيها وضعها اساتذة الجامعة، وضعها خبراء متخصصين، وضعها فندم. انا كنت في مدرسة مدرسة انجليزي بيدرسني رهيبات اجانب. اوكي. اتعلمت مختلف، ليا حق ابدا رايي واعرف اتكلم واتكلم في كل انواع، يعني اتكلم في الفن واتكلم في التاريخ واتكلم في الجغرافيا. بتتكلمي ابدا بفعل. والله مش عشان بس احنا كنا في مدرسه احسن دلوقتي بفعل. دلوقتي يا دكتور المجموعه المنتقاه الرائعه اللي محطوط دلوقتي اللي هتحط لنا المناهج، انا اتكلم في الموضوع. هل ممكن يبقى عندهم وجهه نظر مختلفه؟ ماذا نفعل فيها الان؟ المناهج ماذا نفعل فيها؟ انا لا اتحدث على اساس ان المناهج بتاعتنا تمام التمام وفي احنا بنفتح صفحه جديده ونتشر الناس في ازمه في مناهج. في ازمه في مناهجنا تمام. في ازمه في مناهج، لكن انا زي ما قلت لكم حضراتكم الازمه دي ما اقدرش احلها مره واحده. والله كده الله يخليك ما اقدرش مره واحده. فقلنا في علاج سريع وفي علاج ايه يعني ياخد وقت. العلاج اللي بياخد وقت ان انا لازم يكون المنهج اللي انا بقدمه للاستاذ حلمي ده لازم يكون له وثيقه منهج
بتقول ايه المعايير اللي هيتحطوا في دور المنهج، بتقول ايه مواصفات الخريج، احنا نفسنا نعرف بتقول المعايير، بتقول ايه الموضوعات الحاجات دي. ولازم هذه الوثائق ما يكونش جايه من عند طرف واحد فقط، لا ده يشارك فيها نخبه من المجتمع. يعني في اللغه العربيه حاليا دلوقتي نحن الان يا استاذ حلمي نعد بالنسبه وثائق اللغه العربيه للمرحله الثانويه ووثائق اللغه العربيه في التعليم العام، هنستدعي فيها قريبا ان شاء الله مسؤولين عن مجمع اللغه، مسؤولين عن ادباء في المجتمع، اساتذه متخصصين في اللغه من جامعات، اساتذه متخصصين في اللغه ومناهجها، يعني بتوع مناهج وتوع تدريس. دول يا دكتور مع كامل الاحترام كل هؤلاء الناس، لان هذا الكلام عن الوثائق بيتقال من ايام ما كان الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربيه والتعليم، بقاله من ايام ما كان الدكتور اول اللي قاله كان الدكتور فتحي السرور سنه 87 لما كان وزير التربيه والتعليم. لكن المشكلة كل هؤلاء مع كامل الاحترام هؤلاء بيجي بينفذوا ما يطلب منهم، انا بطلب منهم حطولي انا اعتقد الفترة الحالية بقى دلوقتي هتتيح الفرصة وإلا ما كناش في ظل هؤلاء الخبراء ما كناش شفنا ان وزارة التربية والتعليم الخبراء دول والبهوات دول قالوا ان كتاب الايام للدكتور طه حسين عيب انه يدرس على الولاد وحذفوه. بعد 25 يناير او يعني انا كمدير مركز تطوير المناهج استطيع ان اجزم بانه لم يوجه لي توجيه معين ان المناهج دي عايزاها تعمل كذا او تحط فيها كذا او تعمل كذا، ما حدش اتكلم معايا في هذا الموضوع نهائيا. يبقى كان الله في عونك بقى، انت عندك مسؤوليه في هذه الليلة ستحاسب عليها. على فكرة انا ما نريد ان نكون نحن عايزين نضع يعني وثيقه محترمه لمناهج محترمه يا دكتور، تعد خريج محترم يا دكتور. الكلام اللي حضرتك بتقوله ان ما حدش قال لي، الوزير ما قالش هو طلبه ايه، رئيس الوزراء ما قالش هو طالب ايه من المناهج، الدوله مش طالبه ايه من ما هو اذا كان حد ما قالش ده خطر. لا هم معتبرين ان ليس مطلوبا انهم يتدخلوا في تفاصيل العمل. لو سمحت يا استاذ انا لا اقصد بعدم تدخل الوزير، الوزير هو المسؤول الاول عن مش بتكلم عن شخص الوزير، انا بتكلم عن الوزير كممثل للحكومه وللدوله. مفيش حد بيوجه المناهج لوجهه معينه. حضرتك عايز تقول لا احد يملي سياسات على المناهج. في فتره سابقه كان لتدخلات اجنبيه بسبب بنك الدولي وغير البنك الدولي كان لها توجهات معينه في المناهج الدراسيه تسطيحا او الغاء لبعض الموضوعات او يجيب بعض الموضوعات، لكن حاليا لا احد يتدخل في المناهج. لكن لابد ان يكون هناك رؤيه للوزير، هو المسؤول عن المناهج. جميل، ما هو اذا كان يكون رؤيه لمجلس الوزراء يا دكتور، اذا كان صندوق الدولي كان بيتدخل من قبل والمنح المعونات الامريكيه وعارفين والنبي شيلوا الكلام اللي يمس اليهود واسرائيل واعملوا واعملوا كل ده احنا عارفينه، لكن على الاقل طالما ان ده توقف ده مش كفايه، لكن في المقابل انا بقالي من الروح الوطنيه والنزعه الوطنيه والنزعه المصريه عند الناس. من الوضع اللي احنا لاحظناه ان المناقشه مش كفايه النهارده، يعني دكتور صلاح واللغه العربيه ملف كبير، ان احنا ندرس الادب بمراحله المختلفه. طبعا اللغه العربيه ندرس شباب، ندرس بالنسبه للاولاد يدرسوا في النصوص الشعر القوي اللي هو مش الشعر اي حد شاعر اكتبه كده وخلاص. دكتور القصص انت بتتكلم عن الايام والحاجات دي، الايام طبعا محترمه وعلى هامش السيره محترم وكل العبقريات محترمه، فلابد ان يدرسوا قصص لها قيمه تبني من فكرهم وتبني من قامتهم العلميه. جميل، ده احنا بنسعى ليه. نتمنى طبعا نستفيد بعلمائنا يا فندم، يعني بالزبط. زي محمد قال على التليفون بيستعينوا في البلاد العربيه بدكتور فاروق الباز احنا ملف التعليم كبير قوي، مش هنقدر نفتح ايدينا لاي عالم يستطيع ان هو يساعدنا. انا اوجه له دعوه للحضور لمركز تطوير المناهج لمساعدتنا في اي حاجه احنا نسعى. وانا بفتح ايدينا للدعاء لمنهج التعليم في مصر، يا رب تقومها من الازمه اللي هي فيها. قادر يا كريم، احنا بنشكر حضرتك وبنعتذر بنعتذر لوسام، طبعا هي قعدت فتره طويله جدا على التليفون، بعتذر ليك يا وسام. اما حته موضوع الانفعال فتقبل مني كأم، من حقي وطنيه طيوره على من حقي ان احنا مصر احسن بلد في الدنيا، والله مصر احسن بلد في الدنيا ان شاء الله، احنا احسن بلد، واحنا محتاجين الملايين اللي طلعوا والملايين الموجودين مسؤولياتهم في رقبتنا. وبكره احسن. يا رب يا رب ان شاء الله. نشكركم، اسفين ان احنا اخذنا من تقريبا من فقره اميره جزء من وقت، بنوعدكم ان احنا نفضل مستمرين في حته مناقشه التعليم في مصر والمناهج، ونروح لفاصل ونرجع. طبعا
طبعا دي فقره الاستاذه اميره، وبفكر كل مشاهدينا اللي عايز يسالها اي استفسار قانوني 1414 ده رقم التليفون بتاعنا، واحنا مستعدين لاستقبال كل تليفوناتكم. وطبعا احنا كنا متفقين على موضوع بنتكلم فيه عن موضوع التحرش الجنسي، وانا بصراحه لو انا حبيت اسالك اميره قبل ما التليفونات تجينا، لو واحده فينا في الشارع اتعكست يا اميره، هل ممكن لو انا رحت الاسم وقلت انا اتعكست اخد حقي ولا 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 هياخدوني كده ويطلعوا؟ طب خليني اقول لك الاتي بس، انه القانون المصري ما يعرفش حاجه اسمها التحرش الجنسي. القانون المصري يعرف جرائم مختلفه، يعرف الاغتصاب وهتك العرض وخدش الحياء والتعرض للانثى، اللي هي اشكال مختلفه من السلوك الاجرامي تجاه الست. كلمة التحرش الجنسي دي كلمة استجدت في المجتمع من فترة، من 5-7-10 سنين، لأن المنظمات الدولية والأمم المتحدة وغيره ابتدوا يستخدموا التعبير ده، فابتدى يتقال عايزين قانون للتحرش الجنسي. فقالوا لهم ليه قانون للتحرش الجنسي؟ ما احنا عندنا قانون العقوبات بتاعنا حاطط عقوبات على بعض الأفعال والجرائم، إذا الدنيا محتاجة نظبطها نطورها نضيف قوانين جديدة نضيف أفعال جديدة. خليني أقول لك حاجة على حكاية لما تعاكس يحصل لي إيه. انا لو انا رحت النهارده الاسم وقلت انا اتسرقت، الضابط في الاسم هيقول لي ايه؟ هيقول لي فين الدليل؟ صح؟ صح. طب لو رحت قلت له انا اتعكست هيقول لي فين الدليل؟ صح. الاول اي جريمه لازم يبقى عليها دليل، فاذا البنات تبقى ماشيه في الشارع وتقول فلان عكسني، طب ما بتبلغيش، ما هي اولا الواقعه ما فيش عليها دليل. فلان عكسني قال لي كلمه خدشه الحيائي كذا بلا دليل، ادي واحد. اتنين، هي الناس ليه ما البنات ليه ما بتروحش تبلغ عن التحرشات اللي بتحصل لها؟ لانه المجتمع للاسف لغايه دلوقتي رغم كل الجهود وكل الحملات التوعيه مازال بيعتبر ان البنت ضحيه الجرائم الجنسيه، سواء اغتصاب او هتك عرض او خدش حياء او اي حاجه، هي السبب، هي اللي لابسه ايه، هي اللي بصت ايه، هي اللي قالت ايه. ادي واحد. اتنين، مازال المجتمع بيعتبر ان دي فضيحه تلصق ببنته، يعني تبقى بنتي مثلا حد عمل فيها مش عارف ايه وكمان اروح ابلغ ويبقى في ورق رسمي يقول ان بنتي حصل فيها كذا، فالناس تقول اصل انت ما عرفتيش تربي بنتك. هذه الثقافه كلها وما يجيلهاش العريس، وما يجيلهاش العريس او يطفش او الجيران يقولوا عليها او صح. حد يعايرها. فكل الكلام ده واقف عقبه في سبيل الحد من ظاهرة التحرش الجنسي. خليني أقول الآتي، أنا أتصور أن المجتمع والإعلام وكلنا لازم نعمل توعية أنه جريمة التحرش الجنسي زي أي جريمة، المجني عليه ما بيبقاش هو الغلطان، المجني عليه مجني عليه هو اللي اتغلط في حقه. أحكي لك حكاية قضية رفعت فيها من كذا سنة وخطيرة جدا لأنها بتكشف كل الأفكار اللي احنا بنقولها دي. بنت جات قالت لي أنا كنت راجعة من الجامعة الساعة 11 بالليل وواقفه وانا داخله شارع بيتنا في مصر الجديده، في كشك بيبيع بيبس وحاجات كده، مجموعه ولاد واقفين مش عارف ايه مين ايه زقوني تحرشوا بيها. فبتقول لي انا بمنتهى البساطه رحت رافعه ايدي وضربه الواد على وشه بالقلم. فالولد زمايله اللي واقفين على الناصيه معاه ضحكوا طبعا، وانت بنت ضربتك بالقلم، فالولد قامت عليه رجولته وقرر بقى انت بتضربيني بالقلم طب انا هوريكي. يعني الولد كانت اقواله في المحضر، ولما ضربتني بالقلم هجمت عليها وقلعتها الجاكيته ورحت دلق البيبس على دماغها ونازل فيها ضرب عظيم. جه البوليس ودوهم الاثنين الاسم. تمام. الاسم قال ايه؟ هي قالت البنت ضربته بالقلم، فاللي بياخدوا منها البلاغ اسقطوا كل اللي قبل القلم وبقت هي ضربته بالقلم وهو ضربها بالبنيه، فنزلت جنح الضرب مش ضربته بالقلم لانه اقترب من جسمي او من لا. اللي بيعمل محضر سقط الجزء ده، فما بقيناش اتحبست طبعا، فتحولت القصه لجنح الضرب متبادله. وبعدين انا ضربته وهو ضربني. وبعدين عظيم استأنفنا. جميل. جينا في الاستئناف جبتها قلت لها اولا بصي خلينا نفكر بعقليه المجتمع. المجتمع هيسال اول سؤال، البنت دي ماشيه في الشارع الساعه 11 بالليل ليه؟ صح. فقالت لي انا في الجامعه وجامعه خاصه والترمات بتاعتي مواعيدها كذا، طب هاتي ورقه بالترمات. عايزه اقول لك
في كل جرائم الضرب المحامين قبل الجلسه يقولوا طب بقى نصطلح ونتنازل لبعض. فانا جبتها وجبت والدتها وقلت لهم بصوا احنا مش ممكن هنصطلح، واحنا لازم نقول للقاضي هو الضرب ده جه ازاي وجه ليه. مش مجنونه هي تقف تنطش الناس في الشارع. لازم نوضح القصه. فجال وانا داخله الجلسه جه المحامي قال لي ها بقى يا استاذه نصطلح، قلت له لا. قال لي لا دي جنح الضرب. طب هي موكلتك هتتحبس، قلت له تتحبس خلاص انا مش هستنى. كانت عندها استعداد وبنت ووالدتها. فدخلت القاضي، انا عمري ما انسى المرافعه دي، قلت له ايه؟ قلت له انتوا حكمتوا على البنت دي باسبوع حبس لانها ضربت الواد قلم. احنا بنعلم بناتنا اللي تقرب منك في اللي يقرب منك في الشارع تديله على راسه بالجزمه. فحضرتك بتحبسها على ايه؟ الولد تحرش بيها واقترب من جسدها وانتهك خصوصيتها وتعرض ليها، كون انه ها كل التفاصيل دي ما تخليش الواقعه واقعه ضرب لوحدها. فساد المستشار رئيس محكمه الاستئناف وقتها بص كده. طب سريعا كميه عشان عندي تليفون. وخدنا في الاوضه في اوضه المداوله وده مسموح، ابتدى يناقش الطرفين. قال له هي ضربتك ليه؟ مهم من هنا لهنا لهنا، اداها براءه وحكم عليه بحبس اسبوع. وكانت الواقعه انه التحرش لازم يبقى فيه رد فعل، لازم يبقى فيه رد فعل. لازم فيه. طب بس انا لسه ما جاوبتيش على سؤالي، هل في فعلا قانون بكده ولا لا؟ خليكي فاكره لازم نقفل الحلقه دي واحنا عارفين. بس لو معانا الاستاذ صباح، احنا اسفين احنا اخرناكي. وعلى ايمن اتفضلي. صباح اتفضلي. انا عندي 42 سنه ولبسي كويس، يعني بلبس عريات محترمه سودا حتى. تمام. بلبس تحجيبه، ما بحطش اي مكياجات، ما بحطش اي حاجه، وبطلع مجرد حاجه زي الرجاله زي انا الستات، او مثلا حصل لنا موقف ابص للراجل كده يقول عيب وانا كاني في حاجه خالص، ولما تتكلمي يقول لك ما تركبيش اتوبيس ما دام مش عاجبك يعني، او انت حاسه نفسك مزنوقه. الشارع من 10 سنين الاولاد دلوقتي يقولوا كلام مسخ لاي واحد يعني. استاذه صباح احنا فهمنا وجهه نظر حضرتك. شباب ورجاله كبيره وصغيره، حتى الرجاله الكبيره في السن دلوقتي ما فيش فاصل لاي حاجه. انا معاكي. كلام الستات والبنات وما فيش حاجه زي غد رمان خالص يعني. كان صح. طيب نشكرك يا استاذ صباح. استاذ ايمن. اوكي ايمن اتفضل. استاذ ايمن السلام عليكم يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. طبعا حضرتك مثلا انت بتسمع حاجات كتير، تحرش جنسي في الفصول وتحرش من الطلبه وبين التلميذات وبين المدرسين والطلبه، وده كله عمره ما يعني ده يعني منتشر جدا في مصر كلها وفي الجامعات، وده كله مثلا استحاله ينكشف لان ممكن بعد كده ده بيسلطته في الدوله بيبرر لابنه ان هو ملتزم وغير مسؤول عن كل افعاله دي، ودي ده كده ما حصلش، وبيتبرر عن البنت استحاله هو اي حاجه تثبت. لو مثلا في اي ده في حاجه بسيطه جدا ممكن تعمل الوزاره الفصول كلها اللي هي الحكوميه، حاجه بسيطه جدا بالنسبه لحمايه الطلبه لنسوبهم بعد كده مع مش في الفصل بس، مع الخارج مع المجتمع بالكامل، ان مثلا ايه المشكله مثلا تركب مثلا كاميرات في كل فصل، وده كمبيوتر مركزي، كمبيوتر في كل مدرسه، كمبيوتر ما يتكلفش اكتر من 5000 جنيه، صح. كل كاميرا دي في كل فصل ما تكلفش اكتر من 70 جنيه، ومنتشره دي السيستم غير مكلف، صح. بالنسبه للمدرسه الحكوميه غير مكلف. بنشكرك يا استاذ ايمن فكرتك في كل الصوره. الو بنشكرك يا فندم، هي وصلت طبعا فكرتك. معانا تليفون كمان. معانا استاذ طارق. ازيك يا مفيدة؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازيكم؟ اهلا وسهلا. طارق من الجيزه. اهلا استاذ طارق، ازيك يا طارق؟ ازي حضرتك عاملين ايه؟ بس يا استاذه اميره اللي انت حددتيه كله سيدي عليه، كمان موضوع بقى ايه ان ده قريب فلان فالموضوع بيتكنسل ومش عارف ايه والكلام دوت، فبالتالي اللي هيروح يبلغ يقول لك ما اصل ده ممكن يبقى قريبه حد، فطب انا اروح ابلغ ليه وافضح نفسي؟ مفهوم. خلي بالك برضه دي من ضمن الحاجات اللي مخلينا ما بنروحش نبلغ على حاجه زي كده، او ما بنتكلمش في حاجه زي كده. تاني حاجه قله الوعي الديني والرجوله اللي بقت فينا قليله شويه، او الجبن. اللي بدا مع كل واحد يقول لك ايه انا ماليش دعوه يا عم انا مالي، ما هم اللي منزلنا من البيت وسايبينها كده. طب انت فين الرجوله بتاعتك؟ اوكي. لما تشوف واحده ست حد بيعاكسها او حد بيضربها في الشارع، كم عربيه كانت معديه على البنت دي وهي بتضرب وسايبينها بتضرب. نشكرك يا طارق. الاول انا اسمحيني يا ميرا انا عايز اسالك سؤال او هقول يعني كومنت. البنت من يعني احنا في مجتمع متحضر، من حق اي حد يلبس اي حاجه هو عايز يلبسها، هو عارف اللي ليه واللي عليه، لكن حته ان احكم على سلوك البنت من لبسها اعتقد ان ده مش صح. طيب
بص يا مفيدة، هو كلامك جميل قوي. احنا مفروض اننا نحكم على البني ادمين رجالة او ستات من سلوكهم ومواقفهم في الحياة، لكن ما اقدرش اتجاهل ان المجتمع ما زال بيعتبر، يعني احنا مثلا في كلية الحقوق كانوا يقولوا لنا كل مكان ليه لبسه، انت تقدري تلبسي مايو في اسكندرية لكن لو نزلتي بمايو في العتبة الناس مش ممكن هتقول احنا ملناش دعوة. لا، ولا هي بنت كويسة. انا ما بكلمش ان احنا زين عتبة بمايو، انا ما قصدي اقول ايه، انه لما ابقى رايحه الجامعه ولا ماشيه في الشارع، ما هو اللبس برضو ما بقولش مع انا لا ابرر للمتحرش ولا، لكن ما اقدرش اتجاهل ان ده جزء من تفكير الناس. عايز اغير تفكير الناس ده عايز مجهود بقى. عايز اغير تفكير الناس، لكن انا بتكلم على الواقع النهارده. خليني اقول لك يا جماعه، طول ما انتم ما بتبلغوش عن التحرش وعن هتك العرض وعن التعرض لانثى، كل واحده كل اسره ما بتبلغش عن واقعه بتعطي المجرم فرصه انه يرتكب جريمته تاني وتالت وعاشر. طب ما انت بتقولي لي انا لو اتعكست في الشارع لازم اجيب الدليل، يعني الولد اللي عكسني اصحابي انا لازم اجيب الدليل يا مفيده، لانه والا كمان ما هو اذا ما اميره هقول لك، بس يعني اذا ما جبتش الدليل، بصي بيبقى فيه على فكره بتقف تتخانق معاه، بتاع الكشك بيشوف، بتاع المحل بيشوف، سواق التاكسي بيقول لها هشهد معاكي، في ناس حواليك. يعني مش ماشيه في صحراء، يعني ما اسمعش الكلمه اللي رشقت وداني واعمل فيها مش واخده بالي واعتبر انه ما حصلش. الناس المصريين بصرف النظر عن اي حاجه ما زال جواهم نخوه، والناس بتشهد. يعني اقف واعلي صوتي واواجهه واقول له انت عملت كذا، والناس هتشهد ليه؟ لما ما يبقاش معايا دليل يبقى انا بجيب له براءه، خد بالك. ولو ما بلغتش انا باطلق ليه العنان انه يرتكب جريمته مره وعشرة، فبدل ما تبقى بنت فلان بس تبقى بنت فلان وبنت علان وبنت اخت فلان ومرات فلان. يعني ودي قضيه احنا مصريين مسلمين ومسيحيين، الدين والحياء والرجوله والنخوه والشرف، كل ده بيتناقض مع السلوك المنفلت. فازاي ما بنواجهش ده برد فعل جماعي؟ ازاي ما لما انا تجيني بنتي تقول لي دخلت مطعم اطلب دليفري والراجل اللي على الكاشير عاكسني، ازاي انا اقول لها طب خلاص ما عدناش هنخش المطعم ده، انا اروح اجيبه؟ لا، ده انا الحل اجيبه من زمارة رقبته وابلغ عنه واقول للناس واقول لصاحب المحل، ومحدش يقول لي يا حرام غلبان هيتقطع عيشه. لا يتقطع عيشه، لانه انا كده ابقى بابورا. القانون اللي صدر بقى مؤخرا عمل ايه؟ قال يا جماعة الجريمة دي خطيرة. يعني القانون اللي صدر مؤخرا من مجلس الوزراء قال السلوك النصوص بتاعته قالت ان المجتمع او مجلس الوزراء المشرع منتبه لخطورة هذه الجريمة. اولا اي بنت اي بنت اقل من 18 سنة تختطف او تغتصب، ها، العقوبة الاعدام. مفيش هزار، مفيش 10 سنين ولا 5 سنين ولا اشكال ولا محامي شاطر ولا يقول لي اختطفت ليه ولا مش عشان ايه. مفيش كلام من ده، لابسه قصير وكلابسه طويل وكلابسه قصير لابسه طويل. البنت اللي اقل من 18 سنه وتغتصب، والاغتصاب يبقى مرتبط بجريمه الخطف، العقوبه الاعدام. تمام. لما بنقرا في الجرايد احيانا ان بنت راكبه ميكروباص ومروحه ولا نازله من اتوبيس ولا ماشيه في شارع ويتلم عليها ثلاثه اربعه، أيوة، ويتناوبوا على اغتصابها، هنا بقى وبعد فنيجي نقول اصل ده كان شارب مخدر، اصل ده اعصابه تعبانه، اصل ده مش عارف يتجوز. لا، المجلس الوزراء قال العقوبه الاعدام اذا ثبت ان في اكتر من متهم تناوبوا على اغتصاب فتاه، ما عادش فيه لا رأفة ولا ظروفهم ولا سنهم ولا أسرهم ولا أي حاجة. طب اسمحي لي يا أميرة هقفل، هنعطل شوية يعني كلامك فضل. لأن معانا واحدة صديقة لينا بشكرها جدا جدا على شجاعتها، هي تعرضت للتحرش. اتفضل. أهلا بيكي. ياسمين، ممكن أقول اسمها؟ يعني أنا بس أنا عشان كده احترمت الخصوصية. عايزة أقول اسمي. عايز تقولي اسمك؟ لا مش عايزة. أنا آسفة، اتفضلي يا فندم، اتفضلي حضرتك احكي على طول. الو. ايوه اتفضلي. انا كنت جايه من بيتي. ايوه انا كنت جايه من بيتي، انا خريجه جامعه والحمد لله محجبه وكده. تعرضت لتحرش جامد جدا. ورحت للاسم التابع لبيتي، لقيت ان الضابط اللي في الاسم اخذ الموضوع بتهريج وعاملني معامله ان انا يعني ايه، ما هو الناس كلها كده بعد الثوره كمان للاسف. ده اللي بيضايقني قوي، ان هو الناس كلها كده. او اتريق عليا جامد جدا. وبعدين انا كنت رايحه لوحدك ولا كان معاكي محامي؟ بهدله يعني
انا كنت لا ما رحتش لمحامي ولا حاجه، انا قلت ان انا طبيعي ان انا متعلمه ومثقفه ان انا هروح القسم اقول ان انا تعرضت لواقعه زيك من نفسي يعني، وانا لا مش كافي، وكان الكلام ده الساعه 8 بالليل. لا مش كافي للاسف. وبعدين لقيت الاسم ردهم عليا وحش جدا وتريقه وحشه قوي وهمجات ولمسات جامده جدا، فخرجت بعيط جامد قوي ازاي ان انا في مصر وبعد الثوره والناس مفروض انها يعني روح الثوره بقى انها تبقى حماس والكلام ده كله، لقيت ان الداخليه وعاملوني وحش جدا كاني انا بيني وبينهم طار، ان انا قلت لهم يعني انا جاي عشان تحموني انتوا في خدمه الشعب، هو مش ده الشعار بتاعكم؟ احنا طبعا بنشكر حضرتك جدا على جرأتك في انك انت تكلميني في الموضوع ده، بس هو انا في نقطه مهمه جدا هي اشارت ليها، انا اسمحي لي موضوع قبل الثوره وبعد الثوره دي انا معترض عليها، الرجوله والمرجله والنخوه المفروض تبقى موجوده، هي موجوده اوريدي الحمد لله عند مجموعه كبيره جدا مننا، بس قبل وبعد حته بقى اللي انت قلتي عليها دي ان هي ما كانش معاها حد. انا عايز اقول حاجه بقى في الحكايه دي، في للاسف عشان نلحق بعد بسرعه بقى كده، بعد لما تيجي احيانا بعض البنات تبلغ تروح تلاقي في القسم امين شرطه او ضابط او كذا ويتعامل مع بلاغها باستخفاف، الحكايه دي اتكررت واتنشرت في الجرايد. انا بأهيب باي اسره او اي فتاه تعرضت لاي نوع من انواع التحرش او المضايقه انها تبقى رايحه، اولا في منظمات نسويه كتيره بتقدم محامين متطوعين وفي محامين كتير لازم تبقى رايحه معاها حاجتين، معاها شهود ومعاها محامي. لو رايحه معاها شهود ومعاها محامي حتى لو كان الضابط ولا امين الشرطه ولا العسكري اللي في القسم وجهه نظره في الموضوع ما هي مش كويسه او مش هتعجبها لن ينطق، سيحترم القانون وهينفذه، المحامي والشهود هيجبروهم انهم ياخدوا موقف ويطبقوا القانون. استاذه اميره النهارده اتعلمت منك حاجتين، اي نوع من التحرش لازم امسك الراجل في الشارع وافضحه واجيب امي تلاقي لها الله عليه علشان ناخد حقنا، دي اول شهود. حاجه شهود، تاني حاجه ان انا اخش الاسم ومعايا محامي، اخش الاسم ومعايا محامي. انا بشكرك جدا، أنا بشكرك. بجد انا استفدت جدا جدا من الموضوع ده. بعد الفاصل فقره المطبخ، احنا معتذر لكل عاشقين فقره المطبخ، احنا حقيقي الفتره دي مقصرين فيها، بس دلوقتي زي ما انتم شايفين المواضيع اللي احنا بنناقشها اعتقد ان هي ذات اهميه، بس النهارده بقى احنا معانا رجل يوجد في المطبخ، رجل يا استاذه اميره معانا الدكتور عبد الله توفيق في مطبخنا رجل. نعم يا صديقاتي في مطبخنا رجل، ومش اي رجل، الرجل هيقدم لنا مكرونه فوتيتشيني بصوص بيف استراجانوف. واو 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 واو، دكتور عبد الله بعد اتفضلوا الى المطبخ بالهنا والشفا. مطبخنا رجل، والرجل دكتور سنان، دكتور عبد الله توفيق، اهلا بيك نورتنا دكتور عبد الله. اهلا وسهلا بيك ميرسي. اول مره استضيف في المطبخ دكتور، وانا اول مره اطلع في مطبخ يعني، كمان في راجل عايز يعلمك الطبيخ، يعني موقفك بقى حرج جدا لهذه الدرجه. انا سيئه يعني هذه الدرجه؟ هم قالوا لي استطاعوا ما بيعرفوش يكذبوا، قلت ما بيعرفوش يطبخوا، لا ما بيعرفوش بيكذبوا. دكتور عبد الله احسن تعليق بيقولوا ان الواحد يجي مع الستات ومعاه شهود. لازم يبقى معاه شهود عشان لو حصل اي موقف يبقى شهود. لو هنتجوز يا دكتور انت محامي. انت هتعلمني ايه النهارده؟ احنا النهارده هنعمل مع بعض البيف ستروجانوف، دي اكل اصلا روسي، بس طبعا مع مرور الاجيال ومرور الوقت الوصفه اتغيرت. تمام. فالوصفه الاساسيه كان فيها ساور كريم، بس ساور كريم اللي هو الكريمه اللبنيه اللي هي الحادقه شويه اللاذعه، بس عشان لقوها بتعمل مشاكل بعض الاكل فغيروها بان هي بتحطوا كريمه. قول لي بقى المقادير، خلينا نشوف المقادير. هناخد باكت مكرونه فيتوتشيني. طيب المكرونه الفيتوتشيني اللي هي مكرونه فيتوتشيني اللي هي زي دي كده اهو، بتيجي شرايط او بتيجي في اكياس، بتبقى شرايط مفروده. مش سباكيتي مدوره كده مبططه؟ لا هي بتيجي كده اهو، دي الفيرجن منها بيجي منها كده. ونص كيلو سكروب بانيه، وطبق مشروم متقطع. أيوة. وعندنا بصلتين متقطعين شرايح. تمام. وفصين توم مفرومين، معلقتين زبده، معلقه زيت، كوبايه كريمه، كوبايه مرقه، وملح وفلفل وبهارات للفينش، وجوز الطيب عشان بتدي كده تيست ظريف. احنا دلوقتي دي كان زي ما اميره سالت، دي المكرونه اللي احنا المفروض نسلقها، دي وهي نيه، ودي واحده كده او دي بتيجي كده هي كده سبانخ. ممكن تبقى خضره. طب بقى نعمل الصوص مع بعض. خضره تبقى بالسبانخ والبيضه بتبقى بلين. اوكي.
بلين ويك. انت مين بعلمك بقى؟ قول لي الاول نعمل ايه وتقول لي انت اتعلمت ازاي. اوكي، الاول هننزل زبده. تمام، مش علمه مين بقى؟ احنا عايزين نعرف علاقه طب الاسنان بالطبيخ يعني. ملهاش علاقه، ودي ده كومنت ماما هتلاقيها هي اللي بتقوله دلوقتي واحنا بنتفرج. بس انا كانت خالتي ربنا يمسيها بالخير قبل ما انزل مصر عشان الجامعه وكده. انت كنت فين اصلا؟ انا كنت مواليد دبي. دبي. اوكي. ف دلوقتي بنحط زيت زيتون مع زيت زيتون عشان الزيت ما يتحرقش. عشان الزيت ما يتحرقش. وبعد كده بننزل الثوم الاول. سوري ولا يهمك. الثوم بس كده؟ اه فليفرنج يعني. مجرد انه يدي طعم. مجرد الفليفر يعني. ما ينفعش يا دكتور يتحرق يعني زيت الزيتون، يبقى يا دوبك يا جماعه نوطي عليه النار عشان هي. انا موطيه. وبعدين ممكن يبقى كمان زيت عادي، مش لازم يبقى بصل. ممكن يبقى زيت عادي. بعد كده بنزود البصل. حضرتك بتحط البصل؟ البصل دلوقتي. البصل احنا ممكن نسيبه يعني، هو البصل عامة بيبقى حاجة من الاثنين، يا اما الناس بتحطه از فليفر. كده وقت النار مكيدة شوية. حطيت خالص. يا اما الناس تحطه از فليفر، يا اما الناس تحطه از مكون، يعني از انجريدينت. يعني يا اما تحط له طعم. خلينا نتكلم عربي. يا اما هو دلوقتي هو بيبقى طعم، مجرد طعم في الأكلة. أو بيبقى مكون أساسي. أوكي. فإحنا حطينا الزبدة وحطينا. دكتور عبد الله، هي دي أحسن طبخة أنت بتعرف تعملها. دي اكله سريعه عشان الستات اللي بيشتغلوا، والستات اللي هم ببقى عند والرجاله اللي بيشتغلوا كمان والعزاب. ما هو الرجاله اللي بيشتغلوا هم ما بيطبخوش. ليه ما انت يعني ليه ما انت موجود؟ انت مش متجوز؟ انا مش متجوز. بس انت في دبي كنت تعمل الطبخه دي؟ لا، انا في دبي كنت بتعلم في مدرسه، جيت بقى هنا عشان الجامعه. اي بس وانت قاعد لوحدك تختار. انا قاعد لوحدي كنت بطبخ لوحدي. ما هو ده اللي بنقوله، ان العزاب واللي قاعدين لوحدهم يتعلموا الطبخه دي. يلا بالظبط. طب ايه بقى؟ هنحط المشروم شويه وهنزود المشروم. نديله بس لون. هي اصلا اكله لاي حد مشغول او بيذاكر. دي 10 دقائق ربع ساعه بتطلع اكله جاهزه، الناس تاكلها في ثواني. الستات راجعه من الشغل عايزين يعملوا حاجه سريعه للولاد، لسه ما ذاكروش المناهج اللي بتاعتهم. انا الحقيقه عندي ولاد. حضرت انت؟ انا عندي الولاد هم اللي بيعملوها. مامي ما تقلقيش انت في شغلك. بذمتك انا كنت جامده على الدكتور صلاح؟ لا الصراحه انا شايف برضو ان نفس الكونسيرن اللي بتكلم فيه بره، ان احنا التعليم المصري محتاج ان هو يبقى متكامل. ثورة. متكامل ثورة اكتر، وثوره من المدرسين الاول عشان يحطوا قلبهم في الموضوع فعلا، فعلا يطلعوا الاولاد بيعملوا حاجه في المجتمع. انت شفتي الجمله اللي قالها الدكتور صلاح؟ ما قال لو عملنا امتحان فيه تفكير الاهالي هتيجي علينا وهيتوقف اللي مسؤول عن الامتحان ويتحاسب. طب ما هي دي مصيبه سودا كمان. وفي نظريات التنشين، هو هناخد المنهج طبعا. طبعا الامتحانات القديمه مش هقدر اذاكر المنهج كله. ما بننشن. انا بحمر لك كده. انت انا معاك كده. محتاجينه بس ياخد شويه لون اكتر في الاسئله قبل ما ياخد لون. بقى معاك اميره و حضرتك انت سلقت المكرونه الفيتشيني وبعدين؟ سلقنا المكرونه الفيتشيني، بعد كده لو الطبيعي لو انا هعملها لايف هتبقى بنزلها من الحله بميتها كده في فوق تتسلق 7 دقائق بالكتير 8 دقائق. سبع 8 دقائق لغايه لما تبقى فيها قرشه كده الالدنتي عشان عشان لما تكمل سوا ما تعجنش. بالظبط. وما بنحطش زيت على الميه وهي بتغلي، دي قصه يعني تعتبر خرافات دلوقتي. ان ما فيش حد بيحط زيت. المكرونات الجديده دلوقتي كلها ما هو القسم اللي قالوا لي شيف محمود اول ما ابتديت اطبخ ممنوع احط ميه على المكرونه. ممنوع تحط زيت على ميه المكرونه. تحطي ميه ملح شويه ولا تغطي المكرونه؟ ولا تغطي المكرونه عشان بالظبط عشان بتعجن تبقى عجينه. تطبخ ايه تاني بقى غير المكرونه والسترجانوف؟ انا بحب اللحوم، بحب اتعامل مع اللحوم قوي، بحب الحاجات السريعه بقى يعني. بحب الحاجات السريعه يعني، بنعمل مكرونات، بنعمل اطباق رز، بحب السمك جدا. طب انا عايز اسالك سؤال، انت والدتك ايه اللي علمتك؟ والدتي عشان هي اشطر مني بمراحل، فاللي كان بيقع منها كده كان بيعلمني. يعني مش يعني المعلومات اللي بتقع منها كده بتعلم منها. يعني ما وقفتش معاك في المطبخ مره قالت لك تعالى يا اسمح لي مش هقول بقى دكتور عبد الله، تعالى يا عبد الله بقى اعلمك المكرونه كذا كذا. قليل قليل لما انا اسال، لما انا اسال واقعد ازن وازن وازن تقول لي ماشي. يا على زن العيال. يا بخت مراتك يا دكتور عبد الله. ده هي عايزه تعرف معانا عريس اهو زي الفل بيعرف يطبخ. دكتور عبد الله انت قلت معلومه مهمه قوي، ان خوفونا من الساور كريم او بيتعب. بيعمل زي حرقان بعد حموضه هايت بيرن لانه بيبقى تقيل. قول لي بقى احنا بنزوده بالكريم. يلا عشان الوقت ممكن ننزل دول. هنحط الفراخ بقى، نسقط الفراخ بقى يا دكتور. لا ده هيعمل حاجه ثانيه بقى. ثانيه بقى هو هنا اقفل النار. احنا محتاجه ثاني. محتاج النار. طب طيب اوكي عشان اعمل لحمه. دي لحمه على فكره. طيب ما انا بقول لحمه. ما انا كنت بقول فراخ صح؟ مش انا قلت فراخ؟ معلش المهم انها تتاكل على رأيك. ايه بقى نعمل ايه؟ هنحط حته زبده ثانيه. تمام
ممكن تستبدليها بفراخ وبشريمب وكل ممكن سمك وكل حاجه في الدنيا كل حاجه في الدنيا عايز بروتين يعني بالظبط تمام اوكي ننزل بقى اللحمه دلوقتي اللحمه عشان تستوي ننزل اللحمه عشان تستوي كده هتشوحها يعني زي ما بتشوح بالظبط هتشوحها بس ميزه اللحمه اللي احنا جايبينها دي لحمه بتلو ما بتاخدش وقت سوى كتير على النار يا فندم حاطط ملح وفلفل وبتاع مظبطها في الوصفه دي ما بتبقاش محتاجه ان انت تتبلي اللحمه قوي احنا ممكن نحط بقى يعني مع اللحمه دي دلوقتي بقى هي كام حاجه كده اللي عندك هي بتتبل وهي على النار طب بتحط عليها ايه بقى بتتبل وهي على النار بس عامه انا ما بحبش في الديشز اللي هي ليها يعني الاطباق ليها شخصيه الاطباق ليها شخصيه لوحدها كده ما بحبش ان انا ازود التوابل قوي عشان تخلي لها شخصيتها ومذاقها فلفل وملح وعندك جوزة الطيب موجود لو انت حابب جوزة الطيب انت عايز هتحط؟ طب اوكي بس دي في الاخر عشان تدي ايه؟ تمام اوكي تمام طب ايه الاكل الحلو للسنان ده بما حضرتك دكتور سنان يعني على فكره الاكله دي كانت معموله اساسا في روسيا سنه 1980 تقريبا كانت معموله ل كانت معموله لسير بول ستراجانوف عشان هو كان عنده مشاكل في سنانه فدي كانت بتسهل المضغ وساعات كمان يعني في المرحله دي ممكن عندنا اوبشنين ان احنا ممكن نحط ممكن نحط الخضار زي ما هو الناس اللي بتحب يعني يبقى فيه تقرش بالظبط تقرش الحاجه او ممكن ندخلها على خلاط نخلطها كلها مع الكريمه بالظبط نعمل نحطها مع الكريمه مع الشوربه فبتبقى كلها عامله بيوريه كده بيوريه فبينزل البيوريه ده على اللحمه بتحس باللحمه بس وبتتمضغ بسرعه طب دكتور عبد الله ممكن سريعا عشان الوقت ممكن نحط كل حاجه مع بعض ولا لا؟ دلوقتي احنا هنحط حاجه يلا دكتور عبد الله انت كدكتور سنان بتنصح زباينك بايه يعني ياخدوا ايه من الحاجات الطبيعيه اللي تحافظ على اسنانهم انا بقول لهم يا جماعه اي حد بيحب الاكل اصلا بقول لهم يا جماعه اي حاجه مش عاملها ربنا ما تاكلوهاش الحاجات الطبيعيه اي حاجه مش عاملها ربنا ما تاكلوهاش طالما ربنا ما خلقش انت عاملها يعني اي حاجه عملها البني ادم زي ايه يعني زي يعني اللانشون يعني اللانشون دي من الحاجات اللي مثلا ما دخلتش بيتنا بقالها 20 سنه بجد المصنعه ولا المدخن ولا الفراخ ولا الكلام ولا بجد ولا اي حاجه اللهم الا يعني ساعات مثلا نجيب سلامي عشان وصفات معينه وغالبا انا اللي بجيبها عشان هو تقول لي ايه اللي جايبه ده بتاع يعني حلو اسمه يلا بقى على الوقت ها شوحنا كده وبعدين هنزود الكريمه ايوه تمام طب وعدنا بقى ان ماما تعمل لنا حاجه ولو على التليفون حتى يعني ان شاء الله يعني يا فندم نجيب ماما لحد عندك تعمل لك ربنا يخليك بلارينا دي اللي هنحط في كريمه دي كريمه ايه بقى دي بقى بنجيبها عادي من السوق موجوده دي يعني. كريمه لباني للاسف احنا ما عندناش موضوع الكريمه اللباني مش موجوده عندنا قوي الثقافه دي في مصر وبعدين شوربه وبعدين مرقه نص مرقه نص كوبايه مرقه اوكي بحيث ان هي تدي بس ايه تمام شويه سائل في الموضوع طيب وبعدين بقى هتحط دلوقتي البقدونس وبتاع لا دلوقتي هنعلي النار شويه انا عليتها اوريدي اوكي هنسيب دي تاخد غلوه كده تاخد غلوه طيب وبعدين ترش انت بقى البقدونس ده في الفينش ده كده فوق بقى التوبينج عشان احنا وقتنا فاسمح لي طبعا ايه عندنا حته لا 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 خليك عايز تسخنها لنا براحتك طب تعالى نسخن احنا كنا عاملين دي برضو دي هيبقى الشكل دي هتبقى الشكل النهائي ده الشكل النهائي بتاعها تمام ممكن نزود الشوربه بس عشان تسخن ايه ده؟ ايوه يعني انا عايز اقول لك ان الشيف محمود معايا معجب بيك جدا بيحلها انا برضو كلمت لما كلمت معاه امبارح ايه رايك؟ كان يعني الصراحه من امتع الربع ساعه كلمتها مع حد في الدنيا اصل شيف محمود مثقف وفاهم قوي يعني صح؟ الصراحه دكتور عبد الله قول لنا برضو الحاجات التانية المفيده يعني الاعشاب الحلوه للسنان للثه الاعشاب الحلوه للسنان بتبقى عاده غسيل السنان انا دايما بقول للناس كده بقول لهم يا جماعه عايزين تاخدوا بالكم من سنانكم اغسلوا سنانكم طب انا في سؤال بقى عايز اسالك هنغرف المكرونه ولا نحطها فوق كل الفنانين كل الفنانين يا دكتور عبد الله بتلاقي ايه اول ما بييجوا يضحكوا تلاقوا اسنانهم حاجه بيضة كده سيراميك واقف ما هو منهم لله بتوع هوليوود عملوا لنا الهوليوود سمايل زي بالظبط ايه بقى الهوليوود سمايل بيتكلف فلوس كتير بجد زي ما بيقولوا ما على حسب بيتبوظ هو عامه سمعه دكتور السنان ان هو دكتور غالي بس عامه من قبل كده من شويه لسه كنا بنقول ان هو غسيل السنان بيخليك ما تروحيش اصلا دكتور سنان احنا دلوقتي حكايه البياض اللي بتقول عليه مفيده ده نوعين في تبييض وفي اللي بيحطوا طبقه معينه يا دكتور التبييض او في حاجات بقى معالجات بورسلان بتبقى بتغطي بيها بنغطي بيها السنان كلها طبقة السنان كلها
هنقلب. طب كده بقى مكرونه. احنا كده حطينا مكرونه على الصوص. على الصوص بتاعنا. قول لنا بقى تاني اسمها كده فيتوتشيني ايه يا دكتور؟ فيتوتشيني بيف ستراجانوف. بيف ستراجانوف. حاجتك بقى انت تقلبها. احنا طبعا بنجيب حلقتنا والوقت معاك خلص بسرعه يا دكتور عبد الله. بس على وقت انا اتشرفت بيكم وميرسي جدا استضافتكم ليا. بتتفرج علينا؟ تمام. انا بتفرج عليكم وكنت بتفرج عليكم في رمضان. وكنت اعملوا لنا اغرفوا لنا شكل الاكل النهائي. وكنت بقول دايما ان فعلا القنوات اللي بتبتدي بدايه جامده كده بتبقى ان شاء الله يعني ان شاء الله السي بي سي عموما يعني في منتهى النجاح باذن الله يا رب على طول. نشكرك ونورتنا والوقت خلص بسرعه جدا وعايزين الناس تعمل زي عبد الله ويتصلوا بينا ويجوا يقولوا لنا وصفاتهم واكلاتهم ويعملوها معانا في الاستوديو. نشكركم على وعد جديد بحلقه جديده بكره ان شاء الله. ومعانا الحاجه ايناس بكره ان شاء الله. ان شاء الله. يلا باي. ان شاء الله ونشوفكم على خير. رش البقدونس. باي باي. باي. حلو موت.